الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. بخساره اشرف من انتصار يثير الريبه. يعود فريق كره القدم وبعثه الاهلي الى القاهره لتواجه تحديات جديده وبطولات قادمه باذن الله، وتحديات اكثر اهميه تحدد مستقبل الاهلي في السنوات الاربع القادمه. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابه. هي بالفعل حلقه مهمه لانها تؤكد على حقيقه اهم، ليس بالبطولات وحدها تكتسب بالاحترام، لا يكتسب الاحترام فقط بالبطولات. في الرياضه ان تكافح، ان تناضل، أن تحترم الخصم، أن تلزم حدود اللعب النظيف، وأن تصبر على هذا البكاري، فأعتقد دي قمة الرياضة. مؤكد. أنا كنت بقول لك القيمة الأكرم والأفضل والتي أرجو أن يعود بها النادي الأهلي هو قيمة الاحترام، لو تذكر. بقول لك أن يفعل ما عليه ويعود بقيمة الاحترام. إذن حلقة الليلة عنوانها الرئيسي استخسر الأهلي وكسب الاحترام. استخسر الأهلي بمعنى الكلمة، هناك من خسره، هناك من سعى لإيقاع الخسارة به. لكن قبل ديت وديت يا باشمهندس، أستأذنك في تعليق سريع. ميكروفون معاك. طيب. الحقيقة قبل المباراة أو يوم المباراة جريدة المصري اليوم نشرت حوار للمهندس محمود طاهر رئيس النادي، قالت ان هو اجراه مع عدد من الصحفيين ليله المباراه في فندق الاقامه في المغرب. الحوار يحوي الكثير من الانباء المهمه للنادي الاهلي وجماهيره واعضاء النادي الاهلي، وكان تاكيد على استعداد الاهلي لخوض هذه المباراه المهمه. لكن ورد كلام يخص ملك وكتابه، يخص موقف المهندس عدلي وموقفي الشخصي. الجريدة حسب ما وصفته في بعض السياق انه اعلنا الموقف الانتخابي ونحن نعمل في القناة او في النادي موقف غير اخلاقي. لو صح ما نسب في هذا الحوار الصحفي واللي نشرته بعض المواقع برضو نقلا على مصر اليوم او بالمشاركة معاها، لكن هذه الجزئية الحقيقة في تقديرنا واحترامنا الكبير للمهندس محمود طاهر يستوجب بعض النقاط المهمة في هذا السياق. أولا ما يخص المجلة، المهندس محمود طاهر من أول معرفتي يا باشمهندس وتربطني بيه علاقة من التقدير والاحترام المتبادل من أول ما تعرفت عليه، ربما قبل ما يعمل عضوية النادي الأهلي، وكان عرفني عليه الكابتن علاء عبد الصادق بالظبط يمكن 95 صيف 95. والحقيقة حتى والمهندس محمود في اتحاد الكورة كان العلاقة في التقدير والاحترام المتبادل متصلة، برغم الخلافات اللي حصلت بينه وبين مجلس إدارة الأهلي وقتها وأدت إلى أن الرجل استقال من اتحاد الكورة، لكن ظل الأمر عند نفس القدر من التقدير والاحترام المتبادل. المجلة يا جماعة، وأنا آسف أن أنا بتكلم عن حاجة شخصية لكنه هو شأن عام برضه. أنا من أول ما تواجدت في مجلة الأهلي في صيف 90 كان في مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش، كان الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه رئيس للتحرير، والمجلة سارت في كل خطوات المعارك الانتخابية تباعا، إلى أن يعني كلفني الكابتن صالح سليم ومجلس إدارته عليه رحمة الله في 98 بتولي مدير تحرير المجلة، ثم برئاسة تحرير المجلة بعد وفاة الكابتن صالح والكابتن نعمان في مايو 2002. ومن 2002 وحتى الآن وأنا أشرف بتولي هذه المهمة. خلال هذه الفترات كلها والحمد لله لدينا كل الحرص على علاقة التقدير والاحترام المتبادل للجميع. عندنا حرص على ثوابت النادي الأهلي، النادي والمجلة في كل هذه الأمور. دي مسألة أظن وأشعر أنه محدش عنده ملاحظة عليها. فبالتالي نحن نعمل في النادي الأهلي، نعمل لمصلحة النادي الأهلي، يدعمنا مجلس إدارة النادي الأهلي. المهندس محمود طاهر مشكورا جدد الثقة
في شخصي وفي كل فريق العمل، وزود لائحة المكافآت وبدلات الانتقال للعاملين في المجلة تقديرا للجهد المضاعف، لأنه كمان كنا بنطلع عدد أسبوعي فقط، أصبحنا بنصدر كمان عدد شهري بالإضافة للعدد الأسبوعي. العدد الشهري لسه نازل كمان امبارح أو أول امبارح بيغطي ما حدث في المغرب. ده العدد بالظبط اللي بين إيديكم في السوق اليومين دول، العدد الشهري اللي بيرصد حجم ما تعرض له الأهلي من تحامل انتخابي أو تحامل تحكيمي طوال كل مراحل النهائيات الأفريقية. أنا بقول ده في جزئية المجلة. فيما يخص القناة، إحنا كمان كبرنامج ملك وكتابة، لما البرنامج رأى مجلس الإدارة ورأت الشركة الراعية للقناة ضرورة عودة ملك وكتابة، كان إرضاء أو استجابة لضغوط جماهيرية كتيرة إحنا بنقدرها وبنقيمها وبتمثل لنا فعلا تاج فوق رؤوسنا، إنه في هذه الثقة وفي هذا التقدير من قبل الجماهير الأهلي على مختلف أعمارها ومختلف فئاتها في ارتباطها بالبرنامج يا باشمهندس. فبالتالي تعاقدنا مع الشركة الراعية للبرنامج أو للقناة، حتى إنه الشركة الراعية إدت لنفسها الحق إنه تاخد ملك وكتابة تعرضه على أي قناة هي مسؤولة عنها. لكن كان تفضيلنا من الأول، ويمكن أنتوا حضراتكم تابعتوا في بعض المراحل، أنه كاد ملك وكتابة يظهر على شاشات أخرى، وشاشات أخرى رأت في ظهور ملك وكتابة عندها ربما مساحة حركة أوسع. لكن كان تفضيلنا الدائم ألا يدافع ملك وكتابة عن النادي الأهلي وحقوق النادي الأهلي وصورة النادي الأهلي وكبرياء النادي الأهلي إلا من خلال شاشة الأهلي. فبالتالي تعاقدنا مع هذه الشركة الراعية والتزمنا واحترمنا تعاقداتنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. فإذا هذه علاقة عمل كاملة، علاقة عمل مع مؤسسة كبيرة، علاقة عمل مع نادي كلنا بيفخر به وبيسعد وبيزهو به، وعلاقة عمل أيضا ترتبط بالشركة الراعية للقناة. الموقف الانتخابي، ودي جزئية مهمة جدا، أنا شخصيا لما أعلنت موقفي الانتخابي أعلنته على سطح إعلامي خاص، مش لا في البرنامج ولا في المجلة. بالعكس، المجلة حتى لحظة اللحظة الحالية وحتى تنتهي الانتخابات، ما أن تم إغلاق باب الترشيح ترتبت المراكز القانونية لكل السادة المرشحين. في 36 مرشح في النادي الأهلي تقدموا لهذا الانتخابات، لهم حقوق، كلهم لهم حقوق متساوية ولهم حق عرض برامجهم وأفكارهم. المجلة في الانتخابات الماضية اللي خاضها المهندس محمود طاهر ضد المهندس إبراهيم المعلم لهم نفس الحقوق، عرضت لأفكار الطرفين بشكل متساوي تماما. فبالتالي ده ثابت من الثوابت لن نحيد عنه، ملوش علاقة أبدا بأي موقف شخصي. ولكن ليه الإعلان الشخصي؟ أنا لو هتكلم على الناحية الأخلاقية، إعلان الموقف على هذا السطح الإعلامي الخاص وهي صفحتي الشخصية على الفيسبوك هدفه حتى يتبين الأمر. أنا في تقديري أنه ده فيه قمة الوضوح والإحترام لكل الأطراف. هو ده الموقف الأخلاقي بالظبط، هو ده الموقف. تعيش منافق يعني؟ أن أنت تتعامل معايا وأنت تلقى مني كل الإحترام والتقدير والتوقير، وأنت تعلم كويس قوي أنه لما هدخل أصوت هصوت في اتجاه ضد الاتجاه. ده قمة الإحترام والوضوح في وجهة نظري. لكن غير الإحترام وغير الوضوح أن تجد من هو معك بالنهار ضدك بالليل. ده أعتقد دي المواقف اللي احنا أردنا ألا نتعرض ليها وألا يضعنا أحد في أي خانة من هذه الخانات في هذا الموقف، لأنه في مسؤولين تنفيذيين يفعلوا هذا. فبالتالي لا، خلي الأمور في منتهى الوضوح ومنتهى الاحترام ومنتهى التوقيع. وبس أنا عايز أقول حاجة، لماذا يتم تصوير الأمر وكأنه عندما يكون مجلس قائم فأنت تمثل المجلس مش بتمثل النادي، وعندما يكون المجلس قائم اللي معايا اللي مش معايا يبقى ضدي؟ هذا هو المأزق اللي موجود في النادي الأهلي النهاردة على كافة المستويات يا أستاذ إبراهيم. العاملين يتدخلون تدخلا سافرا، وهناك شكاوى هتتبعت لمدير النادي يجب أن يحقق فيها. عندما يتدخل أمن النادي ويقول سنسحقكم في الانتخابات، سنسحقكم في الانتخابات، فرض أمن، واحد عضو نادي
بيروج للخطيب، لقى ناس بتروج للمهندس محمود طاهر. ده حقه ده حقه. لا هو استشعر ان دول مش اعضاء في النادي. فطلب من الامن يشوف كارنيهاته. تحول الامر الى جدال، سابوا بقى بين الامن والعضو. والعضو مش الراجل الثاني اللي المطلوب انه الامن مالوش انه يتدخل. فقال له ايه؟ انت هتعلمني شغلي؟ قال انا مش هعلمك شغلك، انتوا كاتبين منشور ممنوع دخول الزوار، واحنا التزمنا بيه ومش عارفين ندخل حد. كويس. ليه دول داخلين وبيلفوا جوه الترابيزات وموجودين؟ وانا بقول لك شوفوا، لان ممكن يحصل اشكال، مش هتلاقيهم دول يعملوا مشكله ويجروا. فقال له لو انت تاني هتتدخل في شغلي، ده شغلنا احنا حرين. فالولد طبعا شاب، قال له حرين؟ هي وصلت لكده؟ كلها شهر. قال له كلها شهر ايه؟ ده احنا هنفعصكوا في الانتخابات. والولد ده كتب، ده تعبير تعبير رجل الامن اللي ملوش انه يتحاور مع عضو اصلا يعني. انت بقول لك شوف كارنيهو. طبعا. شوف كارنيهو بالظبط. مش عايز تشوف كارنيهو؟ خلاص الحوار وقف. صحيح. اشتكي لمدير النادي، يقول له روح لمدير النادي باخد تعليمات مدير النادي. لكن هو اراد ان يعني مش فارقه معاه. وهذا موقف ضمن عشرات المواقف اللي بتدل على ان هناك تدخل. الفكره كلها انا لما قلت للواء شيرين ان احنا لينا طقوس، انا اول واحد طبقها على نفسه في وجود الكابتن صالح. والله كان يقولي انصار الكابتن صالح لدرجه اشتكوني للكابتن صالح، عدلي عامل فيها محايد، قال لهم ابعدوا عنه ما يصحش تروحوا له وتحرجوه. صحيح. هو ده دوره وده واجبه. صحيح. ده رئيس النادي، اما يحب يدي الامان للعاملين يشتغلوا صح. لكن احنا ماشيين يا ابراهيم في عمليه استقطاب. وصل الامر ان يتم التصريح ان الموقف بتاعنا اذا كانوا عايزين يعلنوا انتمائهم يا ياخدوا اجازه يا ما معناه يستقيلوا يعني. انا مش فاهم. طب انا عايز اجازه اهو، انا عايز اجازه لاخر. هو هرد حد رد يديني اجازه؟ انا طالب اجازه، انا احسن لي اخد اجازه. انا في كلام كتير جدا احجم على ان انا اقوله. انا عايز اجازه فعلا عشان ما نوقعش في تحت طائله حد يتصور انه يملكنا. احنا مش ضده، احنا بنقول يا جماعه في هذه اللحظه لينا تحيز لقيم معينه، خايفين على النادي، حقنا نخاف على النادي. عندنا حق ولا ما عندناش؟ بص الصوره الاهلاويه الرائعه، ادي الاحترام بقى اللي انا بقول عليه. الاحترام وهتشوف ادي الاحترام. هو ده اللي عايزين نبني على كده. أيوة. يعني المهندس محمود طاهر راح سلم على الخط، ايه اللي حصل يعني؟ بالعكس كسب من هذه اللقطه طبعا، واخد بالك؟ طبعا. لكن ليه لازمته بقى ان انا اعمل مؤتمر واقول اللي بيتكلموا في الانتخابات؟ ما هو ده حديث عن الانتخابات. يعني هو ده مش حديث عن الانتخابات؟ اما نتكلم على انجازاتنا ونتكلم على اللي مش معانا بهذا الاسلوب، ما ده حديث عن الانتخابات. امال الحديث عن ايه؟ وبعدين احنا اتكلمنا، احنا هنا لم نتحدث عن الانتخابات، احنا هنا تحدثنا عن اللائحه، تحدثنا عن القيم والمبادئ، تحدثنا على ما يجب على اداره النادي اتخاذه. لسه لم نروج لاحد، لكن لم يذكر اسم الخطيب في اي برنامج داخل القناه. انا انت ولم عارف. ولن يساء للمهندس محمود يعني حتى في البرنامج ولم يساء. واحنا هنغير قناعتنا طبعا، اذا كنت انا بحترمه. صحيح. وبقول لك بحترمه وبحبه، مش عايز اخسره. صحيح. لكن حبي للاهلي اكبر من اي حاجه. صحيح. طب اقول اللي انا حاسه وبقول مخاوفي يا سيدي، ما تسيبني اقول مخاوفي وما حاجه ما تزعلكش. لكن الفكره كلها يا استاذ ابراهيم ان انا اذا قلت لي يا تاخد اجازه يا تستقيل، ماشي، لا مش هستقيل، انا هاخد اجازه لان انا ارتباطي بشركه، لو عايز ان احنا نفسخ العقد نقعد نتكلم. وانا لو كنت راجل بسعى لمصالحي مش هقعد اعرض نفسي لهذه المواقف كلها. صحيح. ما انا وانت نستسهل الدنيا وزي الفل، وكنا هنبقى اخلاقي واللي انت يعني عايزه. هو ده تصوير الاخلاق يا جماعه. يعني لا يعني انا عايز اوصل لنقطه، هذا فعل اخلاقي، لكن لو طبقت المعايير دي يبقى هتسود الشاشه دي طول الانتخابات، او كل البرامج تقف ونعيد بقى ماتشات ونعيد حاجات. لان ما فيش ولا برنامج الا ان هو متبني موقف هم مقتنعين بيه او بيفرض عليهم. واخد بالك يا استاذ ابراهيم؟ احنا مش في خلاف، واحنا مش عايزين انتخابات الاهلي تاخد المسار ده.
احنا عايزين انتخابات الاهلي تظل بقيمه النادي الاهلي بالظبط، الاحترام للجميع ولا بد انما نقعد في مؤتمرات نلقح كلام ونشتم، وبعدين واحد يشتم ويسب يطلع واحد مرشح بعيد عن النادي الاهلي طول عمره فمتصور ان ده اسلوب يقول له انحني لك احتراما لمجرد انه بيشتم القائمه المنافسه. ما هو مش هو غصب عنه، هو فاهم كده، دي طبيعه الانتخابات كده، ما حضرش مش منخرط في العمليه الانتخابيه، وده اللي احنا بنقوله. في فرق انك تجيب واحد رادع في جنينه النادي الاهلي ومتطور وجدور وملتزم بشكل يومي، فرق انك تجيب واحد عضو زائر. عضو زائر هو عضو بس يجي لك كل 10 سنين مره ولا في مناسبات. في اطار التعامل الكتالوج مش عنده، برضه هيبيزعلوا من الكلام ده. وانا هنا بقول يا جماعه اذا رايتم ان تاخذ المقدم البرامج اجازه طوال الانتخابات حسنا تفعلون. حسن احنا بالذات يا ريت تساعدونا ناخد اجازه خلال ال 20 يوم اللي باقيين. يا ريت. لان الحقيقه انا ما عشتش، انا عشت طول عمري كده ادفع ثمن اللي بقوله. انا من زمان قوي بقول الكلام ده وبقوا في هذه المواقف الواضحه. ومن زمان طب النهارده عيد ميلاد الفريق مرتدي. اربع سنوات الشيء بالشيء يذكر، ذكرى رحيله اربع سنوات على رحيله. اسف ذكرى رحيل الفريق مرتدي. الفريق مرتجي انا زميلته في مجلس الاداره 96 80 وكانت اول مره ينزل الكابتن صالح في مواجهه الفريق مرتجي. ونزل الكابتن صالح في اللحظات الاخيره، ما كانش لا عامل خطه ولا مستعد لدرجه قال عايز اعمل قايمه، فبقينا نعمل قايمه سريعه من ولاد النادي اللي حواليه وكنت انا واحد منهم. والمجله يعني كانت تشتم الكابتن صالح تشتمني، وده الموقف اللي احنا دائما عالجناه بعد كده. فالكابتن صالح كان يعني كان شاعر ان كل ادوات التلميع موجوده برضه للمجلس القائم. قلت له كابتن نعمل ندوات، قال يعني ايه ندوات؟ كنت لسه راجع من كندا بقى والانتخابات الرئاسيه في امريكا كان ريجن وفورد وكان بيعملوا مواجهات. قلت له نعمل ندوه، نعملها ازاي؟ قلت له انت لو قعدت في الجنينه يوم جمعه نعمل قعده كده هتلاقي النادي كله حواليك. قعد الراجل لقينا يجي 500 واحد، فبدات اداره النادي تقول لنا تنظم العمليه، تقول ما ينفعش القعده في النادي كده، ده مش منظر. قلنا لهم طب ما تيجي ننظمها بقى وتبقى حاجه جميله وشيك. واحنا ابتدينا بالسنه 96 موضوع الندوات في كل انتخابات الانديه والهيئات، وبقى يتعمل بالقرعه، ويوم كذا الفريق مرتجي، يوم كذا كابتن صالح، يوم كذا القايمه، يوم كذا الوكيل، بقى نظام. وجه يوم الانتخابات، جه يوم الانتخابات حصل ايه؟ طول فتره الانتخابات انا بعمل ايه بقى؟ واقف الصبح وساند الكابتن صالح، اتكلم، نصطاد الاشاعات ونرد عليها، اتحاور مع قائمه الاستاذ كمال حافظ والفريق مرتجي، بقول لهم ايه اللي انا بقى باخده عليهم الصبح وبالليل. كمال بيه حافظ رحمه الله على الجميع يقول لي ولا عدلي هنتعشى فين النهارده؟ هو اللي بيقول لي. واحنا بقى بنتعشى، مش هتبطل غلبه، مش هتبطل مش عارف ايه. جينا يوم الانتخابات الفريق مرتجي متقدم وكان باقي حوالي 150 صوت، ومتقدم بفرق حوالي 180 صوت، فخلاص قاعدين في البريدج. فالكابتن صالح حد جاب له النتيجه، افصلت البريدج اللي فوق دي. الكابتن صالح جات له النتيجه فحس ان الفارق مش هيعوض، فبعض الناس قالوا له خلاص يا كابتن مش هينفع خلاص، الفريق مرتجي نجح يعني. فقال انتخابات 76 76 لانه يا جماعه الفريق مرتجي اللي بتمر اربع سنين على رحيله. انا بمهد للقصه اللي هتقولها دي بس قبل ما اول رئاسته للنادي الاهلي كانت في صيف سنه 65. ما احنا هنحكيها يا ابراهيم، بس سيبنا عشان ما نتوهش على الواقعه دي لانها مهمه. اتفضل. مهمه. اتفضل. فالكابتن صالح قال يلا بينا، فانا بقوم. قال لي انت رايح فين؟ قلت له ماشيين بقى كابتن، ما خلاص خلصت الليله. قال لي لا اقعد انت بالذات. قلت له ليه؟ قال لي انت عندك فرصه. انا والله ارحمه الاستاذ عادل الشواربي. قلت له يعني ايه؟ قال لي ده انت ماشي معاه صوت بصوت واحتمال انت اللي تخش، انزل اقعد تحت يا ابني عشان تشوف كل حاجه على عينيك. المهم نجحت بفرق بسيط جدا 15 20 صوت يعني. فالاستاذ كمال حافظ بص لي كده، كان الكابتن صالح استقال في المجلس اللي قبليه. ايوه استقال في 74 عند على خلفيه خلاف معين مع المجلس. فانا بيقول لي ايه؟
خلي بالك ما تقدمش استقالتك، احنا بنقبل الاستقالات. فانا ضحكت وقلت له انا ما بقدمهاش يا كمال بيه. المهم ابتدينا المجلس، كان بحذر شديد جدا من ناحيتي، شايفين انا هخش، ما كنت بناكب، فوجئوا ما حطونيش في اي لجنه، ما حطونيش في المكتب التنفيذي، وفي قصص طريفه هبحكيها بعدين. لكن لقوا ان اي عمليه، انا عندي معلومات عن نشاط رياضي، انا ما عندي معلومات عن الكوره، يجي موضوع بيتناقش بقوله بمنتهى الحياديه. وكنت بكتب وقتها في صباح الخير، كان في خلاف، كان الكابتن طلعت الله يرحمه بيكتب في الاخبار، وكان يطلع من الجلسه ياخد بعض الاخبار يكتبها. طلعت عبد الحميد. فالفريق مرتجي قال له الله، طلعت ده عدلي ما بيعملهاش. وفي هذا السياق انا ندهني الاستاذ لويس جريس. قال لي ايه عدلي، انت عضو مجلس اداره في النادي الاهلي؟ قلت له قال لي انا مش لاقي حاجه عن النادي الاهلي واخبار المجلس في كتاباتك. قلت له لا، اذا كان حضرتك متصور انا اللي بحصل عليه من معلومات داخل الجلسه، لان انا عضو مجلس اداره، ده ملك النادي مش ملكي. انا اكتب لك اللي بيحصل في الجنينه، اكتب لك اللي بيحصل في الماتش، لكن اسرار المجلس انا مش مخول ان انا اقولها. فكانت محل تقدير. شوف بقى انا اشتغلت ازاي وانا يعني مفروض ان انا مناوئ، لكن اول ما دخلت قدفت مع اللي بيقدفوا عشان المركب ما تتهزش. لما جه كابتن الوحش مشي وراح يدرب في ليبيا، كان عضو مكتب تنفيذي، اختاروني في المكتب التنفيذي، اطمأنوا ان انا راجل بتاع الاهلي مش بتاع حد خلاص. وفي هذا الوقت طول الوقت كان الفريق مرتجي، مع انه كان يعني زعلان مني قبليها، في قبل 76 طبعا لما استقال الكابتن صالح، كنت كتبت حاجه ويعني زعلت حكيتها قبل كده. لا انا قلت صالح نمط غريب من الناس، تحترمه كثيرا، تحبه كثيرا، تكرهه كثيرا، ولكن دائما تحترمه. انت كاتبها بتقصد ايه؟ المهم يعني كنت مدير تحرير، قال لي انت تكتب لكن اداره التحرير لا. ما فيش مشكله، لا انا شلتها ولا هو شالها. جينا دخلنا المجلس لاني بتعاون كده كده عندي معلومات بفيد بيها النادي، ما بزعش اسراره بره. فالراجل كان يتعامل معي، هنا بقى الكلام اللي لازم اقوله على الفريق مرتجي، ايوه، انه رجل متواضع، انه رجل يميل الى انه مديلك ايده ما يشيلش في قلبه ويخلص منك. مش ده بقى كان ضد في الانتخابات ده ما تجيبش سيرته ابدا. فاول ما لقى مني اخلاص للنادي الاهلي سعوا ان انا اكون عضو مكتب تنفيذي. اتعمل مكتب تنفيذي مشترك بين الاهلي والزمالك، اختاروا ثلاثه من الاهلي وثلاثه من الزمالك عشان يتعاونوا في القضايا المشتركه، ودي اول واخر مره. كنت انا واحد من الثلاثه دول. شوف حجم الثقه. جت الانتخابات بتاعت 80، كابتن صالح اسف يا جماعه انا مع الكابتن صالح، ومشينا تاني، والكابتن صالح المره دي نجح. نجح بقى. لم ما زعلش مني حد، لا كمال حافظ ولا الفريق مرتجي. اساتذتنا الكبار اللي علمونا. عشان كده انا لما بتكلم عايز هو ده، عايز النادي ده. طيب عايز ده، بص بقى. احكي بقى انت. فريق مرتجي اول ما دخل مجلس اداره النادي، الاهلي اهتزت نتائجه في منتصف الستينات، المشير عبد الحكيم عامر وقتها كلف الفريق مرتجي برئاسه النادي الاهلي في مجلس معين سنه 65، قعد تقريبا سنتين مجلس معين، ثم دخل انتخابات، ومن وقتها استمر الفريق مرتجي رئيسا للنادي الاهلي لغايه لما دخل ضده الكابتن صالح في انتخابات 76، كان استقال من عضويه مجلس ادارته قبلها بسنتين. في 76 دوره 76 80 دخل الكابتن صالح ضد الفريق مرتجي، فاز الفريق مرتجي. انت عارف سبب الاستقاله؟ عارف يعني، قولها بالمره عشان دي جزء من نظام الاهلي. التاريخ بيذكر انه في هذه الفتره الاهلي له فلوس في اتحاد الكوره او عند الدوله، البث، قضيه بث، قضيه البث. فجايه مباراه قادمه للاهلي اظن كانت مع الترسانه، مجلس اداره النادي هياخد قرار بعدم اذاعه المباراه اللي جايه. قرار هياخد قرار، فكابتن صالح قال لهم بلاش ناخد قرار بعدم الاذاعه لانه الدوله قد تضغط والمجلس يضطر يغير رايه. فقالوا لا، فريق مرتجي قال للمجلس مش هيغير رايه ومش هنقبل باي ضغوط. كابتن صالح يدرك انه الفريق مرتجي رجل دوله ورجل عسكري، والظرف اللي الناس بتتكلم فيه، بتتكلم في مطلع السبعينات الدنيا ما كانتش مستقره،
فكابتن صالح كان رايه لا بلاش ناخد قرار عنيف عشان ما نضطرش نغيره، ناخد قرار يقبل التنفيذ. فالفريق مرتجي وغالبيه المجلس لا هناخد قرار بعدم الاذاعه ومش هنرضخ. قال لهم على فكره انا متشدد في القرار اكتر منكم، بس كمان لو تم الضغط على المجلس والمجلس غير قراره انا مش هكمل معاكم. بوضوح ناخد قرار ما يثنيش المجلس عن قراره، محدش يضغط علينا ونغيره، فنلعب في المنطقه الممكنه شويه. فقال لا هناخد قرار بعدم الاذاعه ولن نقبل باي ضغوط. كابتن صالح قال لهم انا معاكم بس لو غيرتوا مش هفضل معاكم. كانت النتيجه طبعا كما هي العاده، الدوله ضغطت بعتت عربيه التلفزيون تمت اذاعه المباراه. فكابتن صالح اعلن استقالته، تضامن كان عضو مجلس اداره، تضامن معاه اثنين من الشباب، وده دور عناصر الشباب لما بتدخل مجلس، لانه الاسمين هتسمعوا اسمين بارزين في تاريخ مجلس اداره النادي الاهلي بعد كده، كابتن محرم الراغب والمستشار عبد المجيد محمود، الاثنين كانوا اعضاء تحت السن في هذه الدوره. استقالوا مع الكابتن صالح تضامنا مع موقفه. كابتن صالح طبعا فضل بره المجلس للفتره اللي المهندس عدلي اشار ليها لغايه لما جت انتخابات 76، ترشح على الرئاسه. كان في طرح انه الدكتور نور الدين طراف هينزل رئيس او هينزل ضد الفريق المرتجي الرئيس، في اللحظه الاخيره الدكتور طراف ما جاش ما قدمش، فالكابتن صالح تصدى للمشهد ودخل ربما بدون ترتيب مسبق ولكن برغبه في ان هو ياخد موقف. لم يوفق في انتخابات 76، وفق الفريق المرتجي سنه 80، دخل الكابتن صالح مره ثانيه ضد الفريق المرتجي، لكن المره دي كسب الكابتن صالح انتخابات 80. انتخابات 84 دخل الكابتن صالح وجد قدامه ايضا الفريق المرتجي، فاز الكابتن صالح للمره الثانيه، و84 كانت اخر انتخابات دخلها الفريق المرتجي. وكابتن صالح كمل للدوره الثانيه من 84 ل 88. في 88 الكابتن صالح اثر الابتعاد وقال انا كفايه دورتين مش نازل ثاني. دخل كمال بيه حافظ ضد الكابتن عبد صالح الوحش، وفق الكابتن عبد صالح الوحش، تراس النادي في 88، وفي فبراير 92 حصل اللي حصل من استقالات، اهتز المجلس، الجمعيه العموميه انعقدت، سحبت الثقه في فبراير 92 من مجلس الكابتن الوحش، واعاده الكابتن صالح سليم رئيس. على فكره تاريخيا تاريخيا اول واحد استقال الكابتن الوحش. ايوه اول واحد، عشان الناس عشان يروح ليبيا. لا لا أيوة. لا ليبيا دي كان في 76، لكن في 90، في 92، في 92 انتخابات مجلس 88 كان رئيس النادي. ايوه أوكي. هو استقال اول عشان يترش. ابراهيم، ما انا هقول لك ليه بتحط لي الاجابه. اتفضل. مش انا سمعتك. اتفضل. الكابتن الوحش كان هناك خلافات كثيره جدا في المجلس، وكانت الاغلبيه مش معاه، ولكن المراكز الرئيسيه كانت معاه، نائب الرئيس، مش عارف ايه، امين الصندوق، الكلام ده. فكان شاعر هو كرئيس نادي في الاول كانوا بيقولوا له ماشي ماشي ماشي، وبعدين لقوا حاجات مش نافعه في اداره النشاط، في مش عارف ايه، في الكلام ده. فبدا الخلاف الخلاف الخلاف، زهق راح مقدم استقالته. الوزاره كانت هتصعد. الوكيل. الجماعه كلهم قالوا لا اعملوا انتخابات، احنا ما فيش حاجه اسمها تصعد الوكيل. ما كانش اللائحه كده ساعتها. فراحوا مستقلين سبع، فبقى في 8 استقالات. وبودي الكلام مع الكابتن، راح دكتور عمارة قال نعمل طرح للثقة، مش عايز يحل المجلس. قال لك دي شأنكم، عايزين تكملوا المراكز الشغرة او تطرحوا الثقة. لما الكابتن صالح ضغط عليه، ضغط عليه على يد انا، وكان له جملة مشهورة بمناسبة ضغط عليه. كابتن صالح كان خلاص الراجل قال انا كفاية دورتين وهبعد، وبعد وقضى معظم الدورة في لندن، لكن لما ضغط عليه انه الحق الدولة هتعين مجلس ادارة للنادي الاهلي، دكتور عمارة بيبحث تعيين مجلس، فكان الكابتن صالح لم يقبل ابدا ان هو يفضل بعيد ويتم تعيين مجلس بالتعيين للنادي الاهلي، فقال ده لا يمكن يحدث طالما احنا موجودين، ولكن القرار يجي من الجمعية العمومية. اذا الجمعية العمومية
رأت سحب الثقة من المجلس أو دعمه الكابتن أو دعمه يبقى يستكملوه بالظبط، يا الجمعية تجدد ثقتها في مجلس الكابتن الوحش وتكلفه باستمرار الدورة. وعلى فكرة الدورة الكلام ده كان في فبراير 92، الدورة كانت هتخلص نوفمبر 92، يعني كلنا كنا بنتكلم في يعني. 9 شهور. فبالتالي كابتن صالح فضل ان هو يجي ويدخل عن ان الدولة تعين مجلس إدارة للنادي الأهلي، وكان ده احترام أنا لحق الجمعية العمومية. أنا بكمل القصة دي على مداها ليه؟ لأن كابتن صالح أول الانتخابات لم يوفق أمام الفريق مرتجي. ما عملش أي تصرف يحرج المجلس. ابتعد خالص. لم يكن، لا كان بيجي كل يوم النادي. لكن خلاص المجلس يعمل اللي هو عايزه. لم يعمل حديث. لم يعمل حد ياخد رايه في حاجه تخص المجلس، مفيش اي شوشره على لدرجه. انا فاكر هذا اليوم جيدا، كان ماتش الاهلي والاسماعيلي تحت 20 سنة، واخد بالك، والاسماعيلي كسب في مختار التتش، الجمهور صار ثوره عارمه. وعايزين يعني دخلوا لحد الكلاب هاوس بيهتفوا صالح 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 صالح. في دخلة الكابتن صالح شافوه جريوا عليه، هو مش فاهم حاجة. فقلت لهم يا جماعة بلاش هتافات وبتاع، شوفوا انتوا عايزين ايه. فكلموا معاه، كابتن من غيرك ما ينفعش. قال لهم انتوا بتحبوني ولا بتحبوا النادي الاهلي؟ الله، ده شأن بيني وبين المجلس، مالكوش دعوة بيه. ده المجلس اللي هو سقط ضده، بص اللي سقط ما استثمرش الموقف. قال لهم اللي بيحب الاهلي يتفضل يهتف للاهلي صالح صالح اهلي اهلي، وراحوا خارجين. والله العظيم ثلاثه ما خدوا، مش عايز اقول لك 10 دقائق، النادي ده فضي. فادي الناس اللي بتحترم عشان كده تجاوز السلطه. لا انا بس اكمل لك، اتفضل. يبقى الكابتن صالح لم يناوئ الفريق مرتجي عندما نجح الفريق مرتجي، ولم يوفق كابتن صالح. حصل العكس في 80، الفريق مرتجي عمل نفس الشيء، لم يناوئ كابتن خالص لحد ما خلص 88. جه الكابتن الوحش نجح قدام كمال بيه حافظ رحمه الله عليه. احنا نقول له كمال بيه طول عمره. قعد كمال بيه بعيدا ولم يناوئ كابتن الوحش. كابتن صالح جه في المجلس التكميلي، طلع الكابتن الوحش وهو متضايق، لان الكابتن الوحش بعد ما راحوا له، انت خليتني قطعت الحته المهمه دي. لما الكابتن الوحش استقال، ثم اعضاء المجلس استقالوا عشان يا ما يتعينش يا ما يتصعدش النائب، الكابتن راحوا للكابتن الوحش، مش عايزين حد يتصعد، مش عايزين حد يتعين، حضرتك ارجع في استقالتك. المهم يعني اتصلوا بيه، رفض، كان مصر على الاستقاله. فراحوا الكابتن صالح وضغط على الكابتن صالح. اول ما نزل الكابتن صالح راح وقال له الكابتن الوحش ده كابتن صالح جاي ينزل جاي فاوهموه ان دي حركه متفقين عليه، واخد بالك. فراح كابتن عبد الصالح الوحش تراجع في الاستقاله، تراجع في الاستقاله ونزل الانتخابات، نزل في طرح الثقه، في طرح الثقه ونزل. ما هو طرح الثقه لما بيتم عملوا تصويت في ساعتها 3-1. عشان تنجح، بص صعوبه سحب الثقه كانت وقتها، يعني لو هم يعني لو الصوتين كابتن صالح او في صوتين عايزين يسحبوا الثقه وصوت مش عايز يسحب الثقه ما يكفيش، لازم التلتين والتلت. فالمهم يعني ان ايه نزل فاذا طيب الكابتن عبده بقى وهو خارج متضايق. سحب الثقه دي مش سهله طبعا. لم يناوئ الكابتن صالح طبعا. الفريق مرتجي انا داخل معاه من المعارضه الواضحه الصريحه، ايوه، ما خدش مني موقف، وعندما شعر انه يمكن الاستفاده مني اداك كل السلطه، اداني الصلاحيات، وانا لم يعني خلاص بقى انت لم اتردد في ان انا طبعاً احط ايدي، وانا سعيد، وانا عارف وهو عارف ان انا الانتخابات اللي بعديها مش هكون معاه، ان انت تطلع من الجلسه هتقعد كابتن الوحش. ولما نجح ضد كمال حافظ، وانا قلت له انا هبقى مع كمال حافظ في الانتخابات دي، كنت ارى انه ياخد دوره بقى بعد كبر الراجل ومش هيبقى رئيس نادي عمره، وكنت شايف الكابتن الوحش لسه يقدر يكمل. نجح الوحش،
لجأ لي قال لي عايزين نصلح الهاندبول، هتساعدني ولا مش هتساعدني؟ قلت له طبعا يا كابتن، ومسكني الهاندبول واداني صلاحيات غير مسبوقه، بنينا فريق. ما هيش القضيه مين كان وقال لي رشح لي لعيبه كوره منهم كان بركات وياسر ريان وهيثم فاروق. وبعدين اللي حصل بقى انه لما اتسحبت الثقه قبل ما نخلص كده، الكابتن صالح جه عشان نخلص الترشيحات دي. هيثم فاروق راح هولندا، بركات كان اتكسر وبعد وقتها، وبعدين جبنا ياسر ريان واحمد فهمي. انا بتكلم كده ليه؟ عشان يا جماعه مش معنى ان انا مش معاك في الانتخابات ان انا لا ضدك ولا بكرهك ولا هعمل عليك شغل مش مظبوط، لا. طب خد الكبيره، هات الكبيره وخلي بالك. اقول انا الصغيره الاول، اي حد هينجح لو عايز اي مساعده مننا بنفس الاخلاص هنساعده لمصلحه الاهلي طبعا اذا اراد. لكن اذا فضل يشك ان اولاد النادي هيضايقوه، هنفضل في نفس الصوره اللي كنا عليها واللي خلتني معرفش انت ربما تكون زيي طبعا مش طايقين ان يبقى حد من خارج النادي له طبعًا هذه طبعًا هذا النفوذ وهذه السطوه. طبعا اتفضل. بصوا الكابتن المهندس عادل بيتكلم على ازاي الفريق مرتجي تعامل مع الكابتن صالح ومعايا وبينهم هذه الانتخابات الشرسه. انتخابات 76 الفريق مرتجي نجح، كابتن صالح ابتعد بيحضر للنادي بيقعد مع اصحابه، اما الجمهور يغضب ويقول صالح صالح يقول لهم لا، اللي بيحب الاهلي يقف مع الفرقه ويقف مع المجلس اللي موجود ويخرج من النادي، ده مكانكم مش هنا. تبقى النتيجه ايه؟ انه في مايو 79، مايو 79 الفريق مرتجي يعرض على المجلس الاداره انه انسب حد يدير الكره في النادي صالح سليم. بصوا بقى الخصم الانتخابي اللدود، الناس دي بتعلم الاجيال وبترسي قيم بجد بقى، عشان كل الاجيال اللي موجوده واللي هيجي يتعلم من مواقف الرجال الكبيره بقى. بصوا ده الفريق مرتجي في مايو 79، صالح سليم اكفى من يدير الكره في النادي. اجتماع خاص للمجلس يحضره صالح، كتب جمال هليل نقدنا الرياضي الكبير ربنا يديله الصحه وطوله العمر، وقتها كان بصوا سنه 79 كان الاستاذ جمال بيغطي الاهلي، علشان ينقل عن الفريق مرتجي تصريحه انه صالح سليم خصمه الانتخابي اللدود واللي هينزل ضده بعد سنه واللي هينزل بعديها بشهور ضده. قال لك ده اكفى من يدير الكره في النادي. هل صالح رفض؟ لا. اللي سقط قدام الفريق مرتجي؟ آه. لا قابل. وعندما قابل كان له شروط مختلفه شويه كانت تمهد للاحتراف. اللي بيحصل النهارده هي دي كانت طلبات الكابتن صالح، الاستقلال بقطاع كره القدم بميزانيه مستقله، وانه مش عارف يعمل ايه وبقى له صلاحيات انه يجيب ويعمل ويساوي، وقتها كانت غريبه. فالمجلس ما وافقش، وعدم التدخل و و و فالمجلس ما وافقش، فكابتن صالح قال انا يعني عشان اتحمل مسؤوليه لازم يبقى لي صلاحيات، وبعد من غير مشكله. لا يعني الطريف بقى ايه؟ مين اللي دخل بقى؟ دخل الكابتن حسن حمدي بمعظم الطلبات دي. أيوة. المهم يعني دي الكابتن صالح بعد كده هو ده اللي عايز اقوله. يا جماعه يا جماعه الاهلي 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 فوق الجميع، لانه عاش طول عمره فوقنا جميعا. وانا بتكلم الكلام ده والله للجمعيه العموميه، فكروا في اللي بقوله، هل حصل ولا ما حصلش؟ اذا كان حصل صدقوني، اذا كانش حصل يبقى انا راجل مغرض ما تصدقونيش، بس انبشوا في التاريخ واعرفوا كل كلمة اتنطقت هنا لا هي ضد المهندس محمود ولا هي ضد مجلس الإدارة ولكن مع النادي الأهلي. يتصادف ان في انتخابات لو فعل هذا المهندس محمود كنا اول ناس هنبقى معاه، لو فعل هذا الخطيب ونجح هنبقى معاه، لو بعد ما ينجح مش هيفعل هذا هنقول نفس الكلام اللي بنقوله النهاردة وهترجعوا تقولوا ما انتوا اللي كنتوا معاه. احنا مع النادي الأهلي، اللي هيمشي على الكتالوجات اللي نجحتنا هنكمل معاه. هو النادي الاهلي متفرد ليه يا ابراهيم؟ صحيح. طيب على ذكر بقى الفريق مرتجي عليه رحمه الله بمناسبه 4 سنوات على رحيله، نشوف في هذا الفيديو ونتذكر كيف تحدث هذا الرجل العظيم عن علاقته بالنادي الاهلي الاعظم. لما الاهلي مستواه بيتراجع او بيبقى في محنه، الناس بتقوم وتقف وتناقش وعايزه تحل. لما الاهلي يكسب مباراه الناس بتتكلم، لما الاهلي يخسر مباراه الناس بتقول الاهلي خسر ليه، محدش بيفكر الفرقه الثانيه كسبت ليه، دي ظاهره. ولما حصل ازمه كبيره في الستينات الدوله تدخلت.
الرئيس عبد الناصر طلب من المشير عامر انه يتدخل لحل ازمه النادي الاهلي. المشير عامر كان في هذه الفتره رئيس اتحاد الكوره كمان. في يوم كان 20 اكتوبر فاكره ان كان يوم عيد القوات البريه. فوجئت بان عبد الحكيم عامر الله يرحمه جه انا فاهم انه جاي يعني يهنينا وبتاع وقال لي اركب معايا. فركبت معاه العربيه هو بيته في الجيزه جه قدام النادي الاهلي ووقف. قال لي من بكره تكون هنا. قلت له ازاي انا مش فاضي. قال لي من بكره تكون هنا دي اوامر الرئيس جمال. قلت له طب ده في رئيس النادي ده في المحافظ رئيس النادي. قال لي مالكش دعوه انا هنظم كل حاجه. وقد كان دي اوامر بقى صدرت فاضطريت ان انا انفذ هذه الاوامر. بصوا عشان احنا حتى في سياق المشير عامر وتدخلاته الانصاف هنا ياتي من الفريق المرتجي انه اولا رئيس جمال عبد الناصر بعدها تم منحه الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي. فلما يتخض على انه مستوى الاهلي كفريق كوره بيعتمد عليه المنتخبات الوطنيه وبيمثل حاجه كبيره جدا لوجدان هذا الشعب ومشاعر جماهيره يخلي المشير عامر يجيب واحد من رجال القوات المسلحة حيث الحسم والانضباط والصرامة واحتياج الأهلي في هذه المرحلة لضبط الأداء لأنه كان صلاح الدسوقي محافظ القاهرة وقتها هو رئيس النادي يعني حل مجلس الإدارة اللي كان قائم وعين نفسه واعتقد المجلس اللي اتحل كان برئاسة عبود باشا كان واحد من رجال الأعمال الكبار اللي أدير بسبب التأميم فبالتالي ساب البلد وسافر فمحافظ القاهرة حل المجلس اللي موجود وعين نفسه رئيسا للنادي الأهلي. النتائج ساءت الأهلي تراجع تدخل الرئيس عبد الناصر طلب من المشير مش عامل النتائج. يكلف الفريق مرتجي برئاسة النادي ده تاريخيا حصل حاجة في وقت محافظ القاهرة رئيس النادي الأهلي أن انتزعت قطعة الأرض التي عليها مبنى الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي قبل ان يكون له مقر اخر اللي على الناصيه دي اللي قدام الناصيه المقابله مركز الشباب الشواربي هنا يا استاذ ابراهيم لا انا عايز اقول ايه انتزعت قطعه ارض من النادي ايوه وهو محافظ بس اصبر عليا بس الناصيه اللي قدامها مين مركز شباب الجزيره الله والمركز ده لحد النهارده لما تروح تشوفه تلاقيه مقلب بيرموا فيه التقليم الشجر والحاجات دي الجزء ده مش مستغل فبدل ما يروح ياخد الناصيه اللي قدام النادي الاهلي خد ملاعب التنس ودي كانت ملاعب التنس بتاعت الاهلي واصلا النادي الاهلي كان محصور بين شوارع يعني ما عندوش مساحه كافيه فانتزع منه المساحه دي كلها اداها لاتحاد الكوره اتبنى عليها اتحاد الكوره ثم الاتحاد الافريقي وهو رئيس النادي الاهلي فهي ده كان بتدي لك فكره ان ما كانش صلاح الدسوقي عايش فكره النادي الاهلي المجرده كان عايشها كمسؤول وعايز يعني يجامل هنا ويجامل هنا فجامل على حساب النادي الاهلي انتزعت الارض دي مع انه لو عدى الشارع كان هيروح في ارض اكثر منها براح على كل حال جه الفريق مرتجي ومشينا كويس وخدنا الكاس راح الدوري يعني بس كنا خدنا الكاس بعديها وبعد كده الدنيا ما كملتش لا كملت بعديها 64 ل 9 ل 65 تمام هو 65 من 66 ل 80 انا كنت زميلت بقى الفريق تحت يعني قيادته وكان بيجي بقى مين رئيس شرف نادي الاهلي؟ فؤاد باشا سراج الدين. عبد المنعم واحد. كان وكيل شرف النادي الاهلي. كان يحضروا الجلسه. لما يكون في امر محتاجين حكمه ورجاحه واتصالات دوليه كان يحضر عبد المنعم واحد. ما فكر ودوله ومش عارف ايه يحضر فؤاد سراج الدين. كان مجلس اداره تتعلم منه. انا ارجو ان المشاهد دي نشوفها تاني في النادي الاهلي باذن الله تعالى في ايد بعض الانتخابات تخلص كلنا اصحاب كلنا تاني نرجع نقول للموجود عايز مننا ايه
نطلع لفاصل ونشوف بعد منه بعض الأخبار المهمة، ثم كيف استخسر الأهلي وكسب الاحترام. أهلا بحضراتكم من جديد. استخسر الأهلي وكسب الاحترام. استخسر، هناك من وقف وراء خسارة الأهلي، يعني دو في عائلة الخسارة. هناك من أوقع بالأهلي الخسارة. الأهلي لم يخسر، لكن هناك من أوقع به هذه الخسارة، هناك من أراد له أن يخسر، هناك من تسبب في خسارة الأهلي. فالأهلي استخسر ولم يخسر، لكنه بالتأكيد كسب احترام الجميع، كسب احترام الجميع فعليا في هذه البطولة. الخسارة ليها أسبابها. هؤلاء الذين استخسروه هنوضحهم وهنكشفهم. لكن يا باشمهندس، المسألة ما كانتش أبدا فقط في بكاري جسامة. يعني أنت الترجي، النجم الساحلي، الوداد، في كل الماتشات 6 مباريات هناك أخطاء في اتجاه واحد تضر بمصلحة النادي الأهلي، وكادت في كل مرة أن تطيح به، ولكنه كان يتجاوز فبنسكت، يتجاوز المرحلة فبنسكت، إلى أن جاءت نتيجة 6-1 ولا 6-2، فشعر الجميع بالرضا وقال لك أن الأهلي زمامه في إيده. لكن عندما تكون المباريات متكافئة التحكيم يكون مؤثر، لأن أنت هتخسر بفارق جون، الطبيعي تخسر بفارق جون. فأي خطأ، أي تسلل، أي ضربة حرة، أي تكتيف ليك، أي تضييع للوقت، كل دي عوامل. زي ما يكون ملاكم بيلعب عنده عناصر تفوق على المنافس بتاعه، لكن أنت واحد واقف وراه يضربه بنبلة في دماغه هنا ويعمل له كده، مشتت تفكيره، بيحط له منوم في البتاع، بيشممه حاجة في البريك، بتأثر على قدراته وعلى الفير بلاي. ايوه، هذا ما حدث مع النادي الاهلي في 6 مباريات، بداية مباراة الترجي. فاحنا لما نقول استخسر الاهلي، لانه كاد ان يخسر على اكتر من مرة واكتر من مشهد. المباراة هنا بتاعت الوداد كان واضح جدا 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 التحكيم فيها، هنجيها بالتفاصيل وهنشوف. وانا قلت لك حاجه، قلت لك عندما يدعى الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بحضور اكبر شخصيه في المملكه المغربيه، في المملكه المغربيه، الملك، جلاله الملك، من الصعب جدا او من المستحيل الا يتوج الوداد. وهنا احيانا تتبرع بالامر، احيانا تكون الدنيا لازم تمشي كده. ده على حزب وداد بقى. فانت وعلى ذلك انا قلت لك الاهلي يعمل اللي عليه ويكسب الاحترام. كنت شايف انه مش هيكسب اكتر من الاحترام، ولو كسب الاحترام يبقى عمل اللي عليه، وقد عمل اللي عليه. الاهلي في مجمل المباراتين هو الافضل، هو الاقرب، هو الاقدر، ولكن استخسر الاهلي. استخسر الأهلي. هنشوف من هؤلاء الذين استخسروه، وإزاي أدوارهم قامت ورداء، وإزاي نقدر، وده الأهم، كيف يمكن تفادي ما حدث في المرات القادمة. في دروس، مؤكد أن احنا عندنا جوانب تقصير، مؤكد أن احنا عندنا أخطاء، ومؤكد أن هناك أخطاء فادحة من آخرين أوقعت بالأهلي هذه الخسارة. هنتعرض لده بالتفصيل. لكن عايز أقول لكم أنه الاتحاد الأفريقي لما أعلن القائمة المثالية لمنتخب تم اختياره في مراكز اللعب المختلفة من دوري الأبطال هذا الموسم، وقع الاختيار على 2 من لعيبة النادي الأهلي، أحمد فتحي وعلي معلول. التشكيلة المثالية لدوري الأبطال ضمت في حراسة المرمى دينيس اونيانجو لاعب سان داونز، حارس مرمى سان داونز، لا حارس جيد. خط الدفاع في حمدي نقاز من النجم الساحلي، ويوسف رابح لاعب الوداد البيضاوي، وفاروق شافعي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، وعلي معلول التونسي
ظهير أيسر الأهلي. في خط الوسط الدفاعي تم اختيار إبراهيم نقاش لاعب الوداد، وأمين بن عمر لاعب النجم الساحلي. وفي خط الوسط الهجومي مؤمن زكريا نجم الأهلي، بيرسي تاو من صن داونز، ومحمد أوناجم لاعب الوداد البيضاوي، والمهاجم طه ياسين خنيسي لاعب الترجي. إذن التشكيلة المثالية فيها من النادي الأهلي علي معلول ومؤمن زكريا، دول الاثنين اللي تم اختيارهم في هذه التشكيلة المثالية. تواجد على مقاعد البدلاء الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور من بين 6 لاعبين احتياطي في هذه القائمة. تواجد من الوداد أشرف بن شرقي، الحقيقة لاعب كويس كان يستحق يكون في التشكيلة الأساسية. زهير العروبي وأسامة ديرفلو من اتحاد العاصمة الجزائري، وفوسينيو كوليبالي لاعب الترجي التونسي. والتشكيلة المثالية هي اللي قلتها لحضراتكم. الأهلي خسر في المباراة النهائية، فوفقا لتصنيف الاتحاد الأفريقي اللي ربنا يديكم طولة العمر، ولما تحضروا نهايات القرن إن شاء الله تبقوا زي ما الكابتن صالح تنبأ وهو بياخد جايزة نادي القرن العشرين من الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج، قال لهم نفسي المرة الجاية نيجي هنا ونتوج الأهلي نادي القرن الجديد. من ساعتها والأهلي عند رغبة الكابتن صالح وعند حسن الظن بيه، لأنه من وقتها الحقيقة والأهلي يحافظ على صدارة تصنيف أندية القارة. فاللي هيعيش منكم ربنا يديكم طولة العمر لنهاية القرن يبقى يحتفل بالأهلي كويس ناديا للقرن الحادي والعشرين. هذا التصنيف الخاص بالقرن الجديد فقط، لأنه هتلاقوا تصنيفين، في تصنيف خاص بالقرن الجديد اللي بدأ من 2001 يعد على طول في النقاط، وفي تصنيف تراكمي وهو التصنيف السابق بتضيف إليه، يعني بتضيف على ما سبق بحيث تلضم القرنين مع بعض. التصنيف الجديد المستقل بالقرن الجديد، الأهلي لما خسر المباراة النهائية خد 4 نقاط، فاحتفظ بصدارة أندية القارة ب 65 نقطة، يليه مباشرة النجم الساحلي عنده 46 نقطة، مازيمبي الكونغولي عنده 45 نقطة، رصيد قابل للزيادة للنقطة 46 لو فاز بالكونفدرالية. الترجي الرياضي التونسي عنده 36 نقطة، الصفاقس التونسي أيضا عنده 24 نقطة، النيمبا النيجيري عنده 24 نقطة، والزمالك المصري عنده 22 نقطة، يعني الأهلي 65 والزمالك 22. ما جبناش حاجة من عندنا ولسه ما تقالش بقى أصله شاله وأصله حطه. الأهلي 65 الزمالك السابع 22. لذلك كان مهم جدا الأهلي يتجاوز النجم الساحلي، لأنه أقرب واحد له، يعني فرق بين الأهلي والنجم الساحلي 19 نقطة. الوداد البيضاوي بقى بطل دوري الأبطال عنده 20 نقطة قابلة للزيادة ل 21 لو ادوله نقطة في حال فوزه بكأس السوبر، بالإضافة أنه هياخد نقطتين لو حقق انتصار في كأس العالم للأندية. ده التصنيف المستقل بالقرن الجديد، ده التصنيف اللي بدأ في القرن الجديد واللي معمول به حتى الآن. لما بيضاف هذا الرصيد على الرصيد السابق يعمل التصنيف التراكمي الكبير اللي فيه الأهلي أيضا لازال يحتفظ بصدارة التصنيف ب 105 نقاط. الأهلي الأول ب 105 نقاط، مازيمبي الكونغولي أيضا الثاني عنده 66 نقطة، هتزيد له نقطة زي ما قلت لكم لو توج بالكونفدرالية. النجم الرياضي الساحلي التونسي عنده 64 نقطة، الترجي عنده 63 نقطة، الزمالك عنده 59 نقطة، الوداد بطل النسخة الحالية في دوري الأبطال يأتي في التصنيف التراكمي في المركز الثامن وعنده 30 نقطة، خد 20 دلوقتي وكان عنده 10 فقط قبل كده. يعني ما يخصنا الأهلي 105 والزمالك 59، ده الرصيد التراكمي لأندية القارة حاليا. فلكم أن تفخروا بالأهلي، ويا رب دايما وأبدا محتفظ الأهلي بصدارته. وكنا نتمنى، لأنه الحقيقة دوري أبطال أفريقيا بطولة غايبة على الأهلي بقالها 4 سنين، آخر مرة الأهلي حقق هذا اللقب المرموق كان في 2013. 2012 و2013 حقق الأهلي المعجزة، المعجزة بالمعنى الكلمة، حتى أنه الاتحاد الأفريقي وقتها عمل ورش عمل عشان يدرس تجربة الأهلي، إزاي فريق بياخد دوري الأبطال 2012 و2013 والنشاط المحلي متوقف.
فكانت المسألة بالنسبة لهم فريق ما عندوش مسابقة محلية، ومع هذا بيجمع النفس بصعوبة شديدة جدا وبيتحدى وبياخد 2012 وياخد 2013 ويروح كاس العالم مرتين. فمنذ هذه اللحظة الأهلي آخر مرة 2013، فاكرين الكابتن محمد يوسف كان في إحدى المداخلات وإحنا بنقول له أنت آخر حد جاب دور الأبطال للأهلي، قال والنبي أنا عايز أفك النحس ده، أنا نفسي أتخلص من هذا اللقب والأهلي ياخد البطولة عشان ما أعملش زي مجدي عبد الغني. محمد يوسف كنا قريبين قوي. فهنا البطولة ديت ليه أنا بقول لكم كان مهم جدا الأهلي ياخدها، لأن أولا غايبة بقى لها 4 سنين ودي فترة طويلة، رقم 2 هيتبعها بطولتين، هيبقى عندك فرصة تحرز كأس السوبر وعندك فرصة تروح كأس العالم تحقق أي انتصار فيها فترفع أسهمك في الرصيد، لكن قدر الله وما شاء فعل. هنشوف ليه ده حصل. من أخبارنا بقى الفترة ديت، لأنه الفريق رجع وانتظم في التدريبات عشان يبدا يستعد لمباراه الكاس مع التليفونات بني سويف، الكابتن احمد ايوب اللي انتم شايفينه قدامكم هيطلع بقياده الاهلي قدام تليفونات بني سويف في الكاس، والكابتن حسام البدري سافر الى كندا عشان يطمئن على ابنته الحقيقه اللي استحمل علشانها كتير جدا، وربنا يشفيها ويعافيها يا رب في كندا. كابتن سيد عبد الحفيظ بيرحب باللعيبه قبل المران في اول تدريب بعد العوده من المغرب. الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي يا باشمهندس قال ان حسام عاشور نجم خط الوسط اللي غايب الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه اللي كانت عنده بتمزق في العضله الضامه، قال ان هو تدريجيا بدا يشارك في التدريبات الجماعيه، بعد 3 ايام بالظبط هيكون منخرط تماما في التدريبات خلال 3 ايام. ايضا بالنسبه للمصابين، علي معلول اللي كان بيعاني من إجهاد في العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباراة الوداد، الدكتور خالد محمود بيأكد أنه معلول هيغيب أسبوعين فقط وإن شاء الله يكون بعديها جاهز للمشاركة ومش هيقدر يلعب مع منتخب تونس في مباراته المهمة جدا في تصفيات كأس العالم أمام ليبيا. أيضا طبيب الأهلي قال بالنسبة لمروان محسن اللي أثير عليه جدل كتير الفترة اللي فاتت هيرجع إمتى، يتأخر ما تأخرش، قال مروان بشكل كامل هيكون موجود في التمرين يوم 15 نوفمبر، يعني كمان 10 ايام يكون مروان موجود في التدريبات ويكون تحت امر الكابتن حسام البدر والجهاز الفني لمنحه الفرصه تباعا ان شاء الله. التقيت مروان امبارح الصبح ولقيته سليم متدمر، يعني وزنه كويس، معنوياته عاليه جدا، طمني على نفسه وكرة وحشاه، وهو قال انا يعني كان ممكن انزل التدريبات قبل كده ولكن نصيحة الدكتور ان لازم تكمل الفترة تسعة اشهر حتى لو انت شعر انك سليم، حتى لا تعودك الاصابة، الفترة الطبية القانونية خلاص دلوقتي كله متفق ان عشان لا تعودك الاصابة باذن الله لا تعوده، تكون بقى الـ9 شهور ان شاء الله. هو اصيب في يناير، يعني اصيب في كاس الامم في نهاية يناير او فبراير، يعني برضو يدوب 9 شهور اهي. بالنسبة لأكرم توفيق أيضا لاعب الخط الوسط هيخضع لأشعة إذا استمرت شكواه من آلام في الظهر، والدكتور خالد محمود قال إنه إذا استمرت الشكوى أكرم توفيق هنعمل له أشعة، هو بيشكو من آلام عضلية في الظهر حرمته من التدريبات الفترة اللي فاتت، هيأدي تدريبات تأهيلية لمدة 2 يوم وبعديها الدكتور يقرر اكرم محتاج اشعه ولا لا. الاصابات دي زي ما تكون موضه، يعني صليبي 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 وبعدين ضمه. الصليبي ده اللي محتاج لازم المهندس فرج عامر في سموحه يا باشمهندس عنده 4 صليبي. لا ده 4 ايه، ده عنده 8 دلوقتي، يعني السنه اللي فاتت والسنه دي عدد مش طبيعي. يعني الصليبي اصابه لعينه، ربنا يعني ما يوريهاش لحد، لكن كمان الشد الخلفيه والضمه انا بتكلم على الاصابات الموضه، يعني من سنتين السمانه، سمعنا على السمانه، شريف عبد الفضيل غاب مده طويله جدا عشان السمانه، وكذا لعيب بعديه بالسمانه، حسام غالي واظن سيد معاوي، يعني شاكر مين، لكن دلوقتي الاصابه الموضه الجديده الظهر. يعني كذا حد دلوقتي يقول لك
الام في عضلات الظهر مش في يعني وكرامبات في الظهر. احمد الشيخ اظن جاله ودلوقتي اكرم ناس صغيره شباب صغير عايزه تحليل. صالح جمعه المصاب خط تدريبات تاهيليه النهارده اثناء تدريب الفريق وهو بيعاني من شد في العضله الخلفيه كان اصيب بيها في مباراه الاهلي مع النجم الساحلي لو تفتكروا، وان شاء الله يدخل صالح الفتره الجايه. انيس الشعلالي المتخصص في احمال او تدريبات الاحمال البدنيه في الاهلي عمل فقره خاصه بقت زي المستشفى بقى، عمل كمان فقره خاصه جدا للاعيبه المقيدين في القائمه الافريقيه لكن يعني كانوا مسافرين وما شاركوش في مباراه الوداد علشان يبقى في تقنين للاحمال، ما يبقاش كله بيتمرن نفس التدريب وكله بياخد نفس الجرعات البدنيه. الناس اللي سافرت ولعبت ليها جرعه، الناس اللي سافرت وما لعبتش ليها جرعه، الناس اللي ما سافرتش خالص وكانت موجوده هنا ليها جرعه في الاحمال البدنيه المختلفه. باكا مهالمبي صديق المهندس عدلي، باكا مهالمبي ده كل ما يجي عنده فرصه يشارك يسافر مع المنتخب. كنا عايزين نشوفه في الكاس. طيب سافر علشان ينضم لمنتخب الاولاد اللي هيلاعب السنغال في تصفيات كاس العالم. كابتن سيد عبد الحفيظ استمرارا لحاله التركيز اللي بيعملها داخل صفوف الفريق فرض حظر اعلامي على كل اللعيبه، محدش يتكلم في الجرايد، مفيش حوارات في المداخلات وغيره وغيره في التعاطي الاعلامي، علشان معروفه انه بعد خروج الفريق من بطوله زي كده لو اتفتحت المساله الولوله هتكتر والكلام هيتقوي كتير. هيأثروا على معنيات الفريق. وانت داخل في بطوله عندك الكاس وعندك الدوري وعندك اللعيبه الدوليين كمان هيتجهوا مباشره للمنتخب. فبالتالي لمزيد من التركيز او علشان يقدر الفريق يتفرغ للمهام المتداخله استمر في الحظر الاعلامي. شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي خاطب نادي تليفونات بني سويف علشان يطلب نقل مباراه الاهلي وتليفونات بني سويف اللي هتكون يوم الجمعه، طلب نقلها الى استاد القاهره بدلا من بترو سبورت، وبينتظر وصول موافقه تليفونات بني سويف خلال الساعات القليله القادمه. مباريات الكاس بقى يوم الثلاث 7 نوفمبر، بكره ان شاء الله بتروجيت هيلعب مع البنك الاهلي في الاسماعيليه، طلائع الجيش هيلعب مع الجونه، والنصر هيلاعب الداخليه. يوم الاربعاء ده ماتش النصر والداخليه، دي مباراه دوري ممتاز، دي مباراه دوري. الاربعاء 8 نوفمبر بعد بكره الانتاج الحربي هيلاعب بترول اسيوط، ووادي دجله هيلاعب كفر الشيخ، والمصري هيلاعب بني عبيد، والمقاولين العرب هيلاعب الشمس. ايه مالك؟ في حاجه؟ لا انا قلت حاجه؟ بتضحك يعني؟ لا ما قلتش حاجه، انا قلت المصري هيلاعب بني عبيد. طيب يوم الخميس 9 نوفمبر ان شاء الله طنطا هيلاعب حرس الحدود، مصر المقاصه هيلاعب المريخ، والزمالك هيلاعب المنيا. يوم الجمعه 10 نوفمبر الاسماعيلي هيلاعب الشرقيه لقاء حسن الجوار، سموحه هيلاعب الاولمبي، وختاما الاهلي هيلاعب تليفونات بني سويف. يوم السبت 11 نوفمبر الاسيوطي هيلاعب الرجاء، برضه دوري ممتاز، دي مباراه دوري. الاتحاد السكندري هيلاعب جاره ايضا العبد منهور، وانبي هيلاعب نادي مصر. دي خريطه كاس مصر في هذا الدور اللي هو الدور ال 32، ولجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين بعتت رسميا للنادي الاسماعيلي بتعلنوا او بتبلغوا رفض الطلب اللي كان الاسماعيلي قدمه. الاسماعيلي كان طلب من لجنه المسابقات ينقل مباراته مع الاهلي الى استاد الاسماعيليه اللي هتكون في الدوري يوم 20 نوفمبر، مقرر ليها في استاد برج العرب وفقا للنظام المعمول به في مباريات الاهلي مع خط القناه تكون في برج العرب لاعتبارات امنيه. فلجنه المسابقات رفضت طلب الاسماعيلي بنقل المباراة إلى استاد الإسماعيلية، وتم التأكيد على إقامتها في برج العرب. الكابتن هادي خشبة نجم مصر والنادي الأهلي ومدير الكرة السابق في النادي الأهلي تولى رسميا إدارة الكرة في نادي الأسيوطي، وقال إنه هذا الفريق الصاعد للدوري الأضواء عنده منظومة احترافية جيدة، وبيأمل فيها هادي إن شاء الله
هادي ابن أسيوط والأسيوطي فريق أسيوطي، فأتمنى أنه هادي يتمكن إن شاء الله أنه يقدم شيء من خبراته للفريق الأسيوطي. هو ماشي كويس مع كابتن علي ماهر. بيقدم مباراه محترمه، رائع علي ماهر. حتى لو يعني حتى الماتشات ما بيكسبهاش بتحظى باحترام. صحيح. فطبعا سبق اعتقد لعلي ماهر اشتغل مع الكابتن هادي اعتقد اشتغل في الفريق الاول، فيبدو انهم متناغمين يعني في الفريق الاول. وزي ما انت قلت خشبه من اسيوط، زيتنا في ديانا. يعني كويس. هيكتور كوبر بقى المدير الفني للمنتخب الوطني قال ان هو بيقدر الحاله اللي عليها لعيبه النادي الاهلي، بيقدر حزنهم على ضياع اللقب الافريقي، بيقدم لكن قال ان اللعيبه يستحقوا التحيه، وقال ان هو هيحاول يخرجهم من هذه الحاله المعنويه اللي ممكن تكون اهتزت بعد خساره اللقب الافريقي، وعنده تقدير كبير جدا للمجهود اللي بذله الاهلي في هذه البطوله والمستوى اللي ظهر بيه. واكد كوبر انه بالنسبه لضم شيكابالا قال ان ده جه بعد تطور مستوى اللاعب مع الرائد السعودي، وقدم فترات جيده جدا في السعوديه، لكن كمان اعفاء محمد صلاح نجم مصر المحترف في ليفربول، اعفائه من المشاركه في المباراه القادمه مع غانا، قال انه ده علشان صلاح يعني نحاول نجنبه المزيد من الارهاق الذهني والبدني، لان اعتمدنا عليه كتير في مشوار التصفيات ولسه محتاجينه في الفترة اللي جاية. فمباراة غانا مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان المنتخب التأهل لروسيا، فشاف إعفاء صلاح من هذه المباراة. وأكد كوبر أنه كان يتمنى توقف الدوري أكتر من مرة قبل كأس العالم في صيف 2018 علشان يقدر يستقر على الشكل الأمثل للفريق قبل انطلاق كأس العالم، لكن قال أنه استمرار الدوري وضع المنتخب والأندية تحت ضغط كبير نتيجة الإرهاق والتعرض للإصابات وضغط المباريات، ويتمنى أنه يلاقي المزيد. نسمع كوبر في كلامه عن الأهلي. Bueno, se imagina que para mí llegar a una final es muy importante. اعتقد انك توصل لمباراه نهائيه اعتقد دي حاجه كبيره جدا اعتقد. No tengo ninguna duda. ما عنديش شك. Llegar a una final no es fácil. مش سهل انك توصل لمباراه مباراه نهائيه في بطوله كبيره زي دي. Yo creo que lo que ha hecho el Ali en todo este torneo ha sido muy meritorio. اعتقد خلال البطوله كلها. Y es para felicitar. لازم ان احنا نهنيهم كلنا. Y a los jugadores. والنادي الاهلي واللاعبين اللي هم قدموا كل حاجه قدروا يقدموها. Se perdió una final. Bueno, sí. لكن خسروا في الامطار الاخيره طبعا هتبقى هزيمه مؤلمه جدا. Y lo digo por experiencia esto. وانا بقول لكم الكلام ده عن خبره. Con respecto a cómo pueden llegar los jugadores. Sí, sí. Por eso yo tengo que llegar a una final, tengo que hacerlo. لازم ان انا ابدا ان انا اكلمهم importante. افهمهم اهميه الوصول لمباراه نهائيه يا باشمهندس. Y sí. Ahora. Seguramente mañana que van a estar con nosotros. هيكونوا موجودين معنا بكره ان شاء الله. Sí. Dolido tienen que estar. هيكونوا زعلانين طبعا ومتضايقين، ده طبيعي طبعا. Y a veces el dolor hay que dejarlo sentir. وان هو شعوره بالالم لبعض الوقت ده. De a poquito se van a meter otra vez en la selección. هيبداوا ان شاء الله مع الوقت يبداوا يدخلوا معنا مع المنتخب واحده واحده تاني. Y se tendrán que motivar y estimular para jugar el partido contra Ghana. نحط لهم اهداف جديده، نحط لهم دوافع جديده ان شاء الله عشان يكونوا مستعدين لمباراه. A un jugador que llega y dice: bueno, se terminó, acá ya no hay. مش هيجي بكره اقول له خلاص الموضوع انتهى، انسى المباراه النهائيه، الامور ما بتتخيلش. Un mínimo de tiempo. احنا متفاهمين جدا الالم طبعا اللي في اللعيبه كلها، ولازم نديلهم الوقت المناسب. Y lo más rápidamente que se pongan el chip de la selección. ان شاء الله هتبقى بسرعه جدا هيقدروا يرجعوا لعقليتهم بتاعت المنتخب تاني. ده كلام مستر كوبر عن الاهلي وعن ظروف الفريق وعن جهوده مع اللعيبه الفتره اللي جايه عشان يقدر يخرجهم، وزي ما قلت لكم كان عنده اشاده بشيكابالا والمستوى اللي ظهر له مع الرائد السعودي، وده انا يعني انا معاه في السعي لضم لاعب زي شيكابالا، لانه مؤكد انه لاعب عنده هذه الموهبه الفذه اللي عند محمود عبد الرازق شيكابالا لو استغلت صح كان الراجل عنده قدرات تخليه يذهب بعيدا قوي، يلعب في أي مكان في العالم، يعني كنت ممكن تلاقي شيكابالا ده زي نجوم أفريقيا البارزين أو اللي بيلعب في ريال مدريد ويلعب في برشلونة، إمكانياته وسرعته وقوته ومهارته وتسديداته كلها كانت تؤهله إنه ياخد مكانة أعلى بكتير قوي من اللي وصل له. فـ
ان كوبر يدرك ده متاخر. اتمنى انه المشاركه في كاس العالم تكون فيها دافعيه حقيقيه لكل اللعيبه الموهوبه عندنا في الفتره اللي جايه عشان تبدا تركز، تبدا تقدم حاجه كويسه، يبدا كوبر ينتقي منهم افضل العناصر. خلاص المشاحنات انتهت، المسابقات المحليه بكل ما فيها، وفيها نقطه الحقيقه يا باشمهندس عايز اتوقف معاك فيها. يا جماعه احنا مقدرين انه مفيش جمهور لفريق، او من الطبيعي انه في جمهور من الزمالك هيفرح لهزيمه الاهلي، ومن الطبيعي ان الزمالك لو بيلعب في بطوله افريقيا ويخسر ان جمهور من الاهلي يكون فرحان فيه. هذه مشاعر محدش هيحاسب حد، وهل شققت عليه صدره زي ما الرسول عليه السلام قال، لكن المجاهره بيها في بلد زي كده فيها ايذاء لمشاعر الاخر. كان ممكن نعرض لكم ما تم عرضه في بعض البرامج من احتفالات في الاسماعيليه على احد المقاهي، والراجل صاحب القهوه بيوزع عصاير مجانا وجماهيره بتهتف للوداد البيضاوي احتفالا بهزيمه الاهلي، طبعا مش حبا في الوداد. كان ممكن نعرض ده، وكان ممكن ننتقد ده، بس مش هنعرضه، وهو موجود ومتداول، لانه دايما وابدا في الاعلام اي حاجه صغيره ما دام سلطت عليها الضوء بقت حاجه كبيره، لو سبتها في حجمها الطبيعي هيظل الامر قاصر على المجموعه اللي فرحت او شمتت او احتفلت. وزي ما بقول لكم هذا الشعور ربما يكون موجود، لكن عرضه على الشان الاعلامي العام في ايذاء لمشاعر بقيه الناس، زي الناس اللي تبقى مختلفه مع بعضها في عقائد. مش بس يا استاذ ابراهيم ايذاء، تزكيه لروح الخلاف والتعصب بالزبط. ودعوه الى العنف بالظبط، والعنف المقابل بالظبط. هذه مساله خطيره ما ناخدهاش بالتسطيح بالاستهانه دي، ما يصحش. يعني ايه اللي حصل في اسماعيلي؟ ناس فرحانه بيعتبروا الاهلي منافس بيعوقهم عن الحصول عن البطولات، ماشي بيفرحوا لما يخسر طبيعي. الزمالك نفس القصه، وعلى فكره والاهلي نفس القصه، ما انا بقول لك عشان نبقى موضوعيين. انما فكره ان انا اقول شو بيقول عليك ايه، شوف بيتكلم عليك ازاي، ويوم الثاني ما يجي له موقف ثاني هترد تقول ايه، شوف رد عليك ازاي، ويبتدي يقول لك هو ساقط الابتدائيه فرحان في ساقط الدكتوراه، والثاني يقول لك مش عارف ايه، ودخلنا في قصه غير سليمه. يعني احنا والبلد مش ناقصه، احنا اذا كنا من دعاه الروح الرياضيه خبي الحاجات، احتفظ بمشاعرك لنفسك، وهم يكلموا بعض، هم حرين بالظبط. انما انا اتبناها ايه الغرض؟ طب انا ايه الغرض؟ ان انا اروح لواحد يقول له ايه؟ نفسك يقول له انت زملكاوي عايز الاهلي يخسر النهارده ولا لا؟ يقول له هلا ايه دي؟ يعني ما اللي هيقول لك عايز، يعني وافرض قال لك مش هتصدق، لا عايزه يكسب مش هتصدقه، او هتصدقه ومش هتهتم، انت عايز اللي بيقول لا. استاذ ابراهيم فكره انك انت على طول انك تجيب السلبيات وتركز عليها وتضخمها، هذا نوع من عدم المسؤوليه. ايوه في أيوة. الاعلام لديه مسؤوليه بالظبط، في ظرف زي ده كمان. ما الشماته وانك انت يعني تكيد اللي قدامك سهله، بس ده شان الناس اللي في المش مسؤوله الجماهير، لكن المسؤولين ده في صحفيين يا ابراهيم بتعمل افيهات ونكت وافيهات ونكت وكلام انا مندهش جدا ان هم متبنيين الاتيتيود ده او التوجه ده او المزاج ده. لا انت مش بتكسب حاجه، لان هيجي لك يوم تخسر هتلاقي واحد يرد عليك اكتر. كوره وعلى فكره كلامي ليس موجها لهؤلاء الجماهير فقط، ولكن الى جماهير الاهلي. اذا كانت بتعمل كده تبقى غلطانه. ما هو ده اللي انا قلته لك، ما هو في من جماهير الاهلي من يمارس هذه الشماته، وفي من جماهير الزمالك والاسماعيلي. انا بتكلم على التعرض الاعلامي ليها. خلاص انت بتنشرها وبتحرض عليها وبتدعو ليها. ما زلت اذكر يوم ما الاهلي كسب 4-3 الاسماعيلي. وبعدين انا كنت مدير النادي. فجم ياخدوا مني كلمتين ويمكن ما دخلوش اوضه اللبس. فتم قبل ان نهنئ الاهلي يجب ان نهنئ الاسماعيلي. فريق بطل ما فيش غيره يقدر يعمل الكامباك، ما كانش وقتها كلمه الكامباك دي. من 4-0 من 4-0 4-3 ومضيعين ضربه جزاء. ماتش كان غريب، الاهلي خلصوا 8
ثلاثة، والاسماعيلي والاسماعيلي ممكن يتعادل او يكسب. محمد رمضان هاتريك، وسام عليكم اخر ماتش له، ورحمه بطل. فيتصل بيا دكتور عماره اكبر مسؤول في الرياضه وقتها، يقول لي انت نايمت الناس مرتاحه امبارح. كلمه انا قلتها والله بمشاعر صادقه. انا كنت شايف قبله فريقكم استقبال الابطال في محطه الاسماعيليه، لا يوجد غير الاسماعيلي يستطيع ان يفعل هذا. كبرياء. النهارده لما تشوف المنظر اللي هنجيبه باذن الله، الاحترام، انك انت المنافسه وتكسب الاحترام، مفيش خاسر هنا. الاهلي هتشوفه في كيف احتفل به في مراكش، في الدار البيضاء، في الدار البيضاء في المغرب، كيف احتفل به من المغاربه. انت جاي مبني للمجهول او النهارده استخسر واحتفل احتفل به. انت اللقطه دي عندنا ولا لا؟ اهو لا مش دي. شوف ابتدوا يسقفوا، خلي بالك راجعين من الملعب، النتيجه واضحه على الرشوش، هيبتدي يكتروا اللي بيسقفوا بيكتروا. عندنا الصوت يا شوارب، لازم تحط صوت، هات من الاول وحط الصوت. هات من الاول وحط الصوت، لان اللقطه دي شوف قولي واللي بيضرب سلام، شاف اللي بيضرب سلام ده؟ دي استقبال الاهلي بعد المباراه من المغاربه، يعني من المغاربه اللي في الفندق، وكانهم فازوا بالبطوله. هو ده يا جماعه، والله هي دي القيمه اللي الانسان يسعى لاكتسابها. حتى وليد أزارو من أهل بلده. شايف الصفات؟ لحد شوف لحد فين؟ لحد الأسانسير. الجرسونات. يعني كلام. طب والأهلي مش دي شالت مرارة اللعيبة وهي طالعة تنام؟ لو كانوا قابلوهم بتهكم بقى وعلمنا عليكم وربحناكم كان حصل ايه؟ الناس تطلع متضايقه. طب ما انا كفايه ان انا مبسوط اني كسبان، ما اهو اطبطب زي ما طبطب الراجل عليه كده. كل دول اخوه مغاربه اصطفوا يحيوا فريق النادي الاهلي. هو راجع من المباراه مباشره على الفريق. اللقطه دي انا كنت حريص ان احنا ندور عليها ونجيبها. لان عندما تبدا المباراه برئيس النادي الاهلي وكابتن الخطيب يتعنق هذا هو النادي الاهلي، عندما تنتهي المباراه بالمنافس الشعبي البلد الجمهور، مش بقى اللي بيدعي. يعني انت لما تكون انت الفريقين بيسلموا على بعض، اما يكون الفريقين بيسلموا على بعض دي بروتوكولات، لكن المشاعر اللي هي التلقائيه اللي حصلت في اللوكاندا او في الفندق هي دي، هي اللقطه دي مع لقطه الفندق عاد الاهلي فائزا بكثير من الامور، مش من ضمنها التوجه الى كاس العالم للانديه. صحيح. ولكن التاريخ سيذكر هذا الاحترام. كوبر اشاد بلاعبي النادي الاهلي. انت ابذل اللي عليك وكون محترم، خلاص تلقى الاحترام. تلقى الاحترام. صحيح. خسر، خلينا نقول شويه حاجات كده. خسر رشوان في لوس انجلوس. كان الخصم بتاعه ياباني. ياباني ولاعب اسطوري تاريخي خالد. اصيب في قدمه. وكان الكلام ان العب على قدمه المصاب. شوف. هذه التحيه مستمره. حتى في الشارع. حتى في الشارع. ده هم خارجين. لا ده هم خارجين تاني يوم بقى. ما زال. خارجين مسافرين. تاني يوم فالناس برضو بتودعهم اللي موجودين بالتحية. في الشارع الشعب بيسقف لهم في الشارع. شاف ناس محترمه، سلوكها محترم، في مراره، لكن تصرفات بقيمه الاهلي. اعتقد عاد الاهلي بكثير من المكاسب في هذه الرحله. ولماذا لم يعد الاهلي بالكاس؟ ده اللي هنناقشه.
النادي الاهلي جاله جواب من الاتحاد الافريقي لكره اليد بيفيدوا بالموافقه على قيام النادي بتنظيم بطولتي السوبر الافريقيه وكاس الكؤوس الافريقيه خلال شهر ابريل السنه الجايه ان شاء الله. ووافق الاتحاد الافريقي بشكل رسمي على استضافه النادي للبطولتين بعد ما طلب مروان هشام عضو مجلس اداره النادي بشكل مباشر من مسؤولي الاتحاد الافريقي بعد تتويج النادي بلقب البطولتين في المغرب بالنسخه الاخيره. واكد الاتحاد الافريقي موافقته في ظل الملف القوي اللي النادي الاهلي تقدم به وثقه منه ايضا في قدرات النادي الاهلي على التنظيم المميز للبطوله. بمناسبه اليد الكابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي في النادي عبر عن سعادته الكبيره بحصول الاهلي على فرصه تنظيم البطولتين السوبر وكاس الكؤوس في شهر ابريل لكره اليد، وقال انه النادي جاهز تماما بكل قدراته وامكانياته وكوادره على تنظيم مميز لهذه البطوله. معنى هذا الخبر وقال ان الاهلي هيبدا على الفور في تجهيز معنى هذا الخبر ملف. ايه؟ هيكون في مجلس اداره جديد، لكن انت بتطلب تنظيم البطوله الان والاتحاد الافريقي مش عارف مين مين اللي جاي ولكن ثقته في الاهلي كمؤسسه بالظبط بيديله البطوله وعارف ان ربما يكون نفس المجلس مش مستحيل هيكون نفس المجلس لان حتى قائمه المهندس محمود طاهر غير مكتمله لا المجلس اللي موجود دلوقتي غير مكتمل يعني هم خمس اعضاء لسه انت هيجي مجلس كامل استاذ ابراهيم قائمه المهندس محمود طاهر ما فيهاش من المجلس القديم غير ثلاثه فهيبقى في مجلس جديد برضه. ايوه. فكل الاحوال في مجلس جديد. ورغم كده الاتحاد الافريقي بيديه، هذا معناه ايه؟ الثقه في المؤسسه مش في الافراد. ده مهم. برضه مع النشاط الرياضي في الاهلي فريق تنس الطاوله حصد القاب منافسات الناشئين والناشئات تحت 18 سنه والشباب تحت 21 سنه في بطوله الجمهوريه للفردي اللي استضافتها الاسماعيليه. وعلى منافسات الرجال حصد خالد عصر المركز الثالث في ظل غياب السيد لاشين وعلي بدير للاصابه وسفر اللاعب محمد شومان للخارج. يعني انا الخبر ده عايز افهمه. يعني اما حصل خالد عصر على المركز الثالث، خالد عصر ده ناشئ واضح كده. على اساس ان ليه الاهلي ما خدش المركز الاول؟ لان لاشين وعمر بدير مش مصابين. موجودين وشومان يبقى اذا ضاع مننا المركز الاول والثاني نظرا لعدم وجود المصنفين الاوائل بالظبط. بمناسبه تنس الطاوله عمرو عصر النهارده حد كلم عمر عصر النهارده حد كلم ده المصنف رقم 16 على العالم وده شيء غير مسبوق غير مسبوق على مستوى افريقيا خالص، اعلى تصنيف للاعب في تنس الطاوله في مصر ولعيب عالمي بكل ما تعني الكلمة ولكنه يفتقد ايه؟ راعي. يا جماعة عندكم واحد خامة اللي عايز يرعى بقى اللي عايز وانا اتوجه لرجال الاعمال الاهلوية تحديدا يعني اذا كان في ومنهم ناس مترشحة عايزين راعي لعمر عصر علشان من ال 16 ليه ما ياخدش مركز اول على العالم؟ دي بيسموها البطوله الاصعب، البطوله الاصعب بطوله فرديه على مستوى العالم. قليل لما حد يحتفظ بنفس التصنيف مده طويله. الراجل ده يا جماعه املنا في ميداليه اولمبيه. من فضلكم الرعاه الاهلاويه يتقدمون. الاهلي سمعته في كل مكان، قدرته على حصد الالقاب مضرب الامثال، معلق في قناة البي ان النقلة لدوري أبطال أفريقيا أو للدوري الأسباني. الراجل بيعلق على مباراة لريال مدريد، كان بيلعب ريال مدريد مع لاس بالماس. شوفوا هذا المعلق سوار الذهب قال لك محدش يقدر ياخد بطولات في أي حاجة بيشارك فيها إلا فرقتين اتنين بس في العالم، مين هما؟ نسمع صور الذهب. اذا لا قلق على الريال بلغه التاريخ، بلغه التاريخ كره ملعوبه، محاوله ملعوبه، يعني فريقين
شخصيا اراهم في العالم، ما تضمنهم مهما كان الحال. ريال مدريد والاهلي المصري يغيبوا عن البطولات، يكون حالهم سيء، لا يسر العشاء، لكن ما يمر الموسم الا ببطوله. نقله هنا اماميه تعود الى الاوزواي. فريقان على مستوى العالم يتكبروا على آلامهم ويتكبروا على أحزانهم مهما غابوا وجافوا، ما يمر موسم إلا ويمروا بمنصة التتويج. الريال والأهلي المصري، تمريرة ملعوبة وكرة تلعب إلى منتصف الملعب، نقلة هنا أمامية إلى فايخو، يلعب الكرة فايخو. سمعتوا معنا المغزى من التعليق، مش بس ان هم بيكسبوا بطولات، ما هو واضح ان هم راح واحد واثنين على العالم ريال مدريد والاهلي في التتويج بالبطولات، ولكن قال وريال مدريد اتعرض لعثرات هذا الموسم بعد موسم استثنائي اكتسح فيه البطولات كلها، وعنده فرصه لاضافه بطوله كاس العالم للانديه. قال فريقين على مستوى العالم يستطيعوا ان يتغلبوا على عثراتهم واحزانهم ويحصدوا مزيد من البطولات. فعندما يذكر ريال مدريد ويعلق على مباراة لريال مدريد قبلها يتعرض لبعض العثرات، أيضا كان الأهلي قد فقد لقبه أمام الوداد، فقال كده ريال مدريد والأهلي إحنا اللي قلنا بقى ودينا لنفسنا ولا العالم كله الذهب يعني العالم كله بيقول علينا عشان يعني الناس اللي زعلانة وبتعاير النادي الأهلي وها ها ها وهي هي هي والكلام ده لعبوا على قدكم. لا احنا في حته تانية يعني بنشوفكم في المرايه. ايوه واحنا ماشيين كده بنبص في المرايه نلاقي في حد ورا، حد عايز يلاوش. حلوه يلا حلوه، هنطلع لفاصل بعد منه نشوف حكايه من نراهم في المرايه. اهلا بحضراتكم من جديد، اخطاء جسامة الجسيمة اوصلتنا الى هذه اللقطة، انه في النهاية استخسر الاهلي لكنه كسب الاحترام. هنشوف بعض ردات الفعل الصحفية والاعلامية وازاي تم تناول خسارة الاهلي او استخسارة الاهلي في النهائي الافريقي. مجلة الاهلي في عدد الشهري الفاخر اللي صدر عقب المباراة كان احد منشطات الغلاف فيها بالحكام حنظل العرجون وثالثهم بكاري يذبحون الاهلي، دي بالاشاره الى الثلاث نهائيات الالقاب اللي ضاعت من الاهلي. الناس اللي بتتكلم لي على زق او حكه وكلام معرفش ايه في مباريات يتفرجوا على ثلاث القاب قاريه كبار الاهلي بيخسرهم باخطاء، ادينا شايفين محمد حنظل ده يا جماعه حكم جزائري حكم مباراة الأهلي وكوتوكو سنة 83، احتسب هدف لكوتوكو اداله بيه البطولة من تسلل واضح، وهتشوفوا ازاي المساعد بتاعه اعترف ان هو رفع له راية قال له لا نزلها هحسبها، هتشوفوا الكلام ده في الحلقة. والعرجون محدش يقدر يعني حنظل ده خلى ليتنا حنظل بالظبط. والعرجون الحكم المغربي بتاع 2007 ازاي ذبح الأهلي وقدمه على طبق من ذهب للنجم الساحلي عشان ياخد البطوله من القاهره، ضربتين جزاء ما اتحسبوش للاهلي بشكل غير طبيعي جدا، هنفكركم بيهم طبعا. وثالثهم للاسف هذا البكاري الجسامه اللي فعلا قدر يكتف المباراه عشان يخرجها بهذا الشكل، لانه ناس كتيره يا باشمهندس يقول لك ايه الحكم مالوش اخطاء مؤثره. يا سيدي بكاري جسامه حكم تقيل قوي، بيفكرني بحكام الباسكت، في حكام في السله انا اعرف واحد منهم كان بيتراهن هيطلع الماتش كام، هو بيقدر يقول لك مش هزود السكور بتاع الفرقه دي عن 85 نقطه وهيكسب الماتش بفارق 6 نقاط بفارق 4 نقاط، ويفضل يحزمها ويوديها للسكه اللي هو عايزها مع الصفاره. يفضل يحزمها بفاولات تقديريه لغايه لما بكاري جسامه كده رجل صاحب الارض، وعشان كده تم برضه تعيينه للمباراة القادمة للمغرب مع كوت ديفوار في أبيجان المؤثرة في تأهيل مين من هما لكأس العالم. الحلقة اللي فاتت كنت بدأت أشير على الاتحاد الأفريقي وعلاقته بالمغرب وكل ما يحدث، وأسكتني المهندس عدلي.
لكن ربما سمع صوت البكاري أكيد. الموقع الرسمي للنادي قال بعد المباراة الأهلي يخسر بشرف دوري أبطال أفريقيا وسط أخطاء تحكيمية. وقالت جريدة المساء الأميرة خانت الأهلي أو خذلت الأهلي. كأس أفريقيا أعطت ظهرها لبطل مصر وابتسمت للوداد. فرنسا 24 الوداد المغربي بطل أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه بهدف على الأهلي المصري. روسيا اليوم الوداد المغربي يتوج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا. رويترز قالت الوداد يتوج بطلا لأفريقيا بعد فوزه بهدف على الأهلي. لوكيب الفرنسية عنونت تقرير ليها الوداد على سقف أفريقيا، في إشارة إلى أنه الفريق الأحمر اللي هو الوداد هو سيد القارة السمراء بعد هذا اللقب. لوموند الفرنسية، وده اهتمام فرنسي نظرا للثقافة في شمال أفريقيا. لوموند قالت الوداد يفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، الجماهير انتظرت هذا التتويج منذ 25 سنة. الموقع الرسمي للنادي نقل عن المهندس محمود طاهر تأكيده على أن الأهلي يتقدم بشكوى للكاف ضد هذا التحكيم الأفريقي. كنت أتمنى طبعا، هو كويس الخطوة دي وهو عارف أنه مش هيكون لها نتيجة يعني، لكن تسجيل موقف يا سلام بقى لو كان تم وانت كسبان 6-1 وبتحذر ان المباراه النهائيه لا تحتمل مثل هذه الاخطاء او 6-2 مش عارف معلقه في دماغي 6-1 6-2 بعد النجم الساحلي لان ونلحقها بعد الماتش الاولاني. احنا خسرنا هنا في القاهره بتحكيم جائر مكن بكاري انه حزم الماتش هناك. على فكره سوء نيته وهو فضح نفسه بالوقت الضايع. ما هي ديت دي اللي فضحته. بص يعني شماريخ وقفت الماتش وبتاع، انت وقفته دقيقتين انت وقفته دقيقتين وفي 6 تغييرات او 5 لانه في تغيير منهم اتعمل في الوقت البديل. طب الخمس غير الاصابات غير الادعاءات والاصابات والواد اللي رمى الكره في الملعب ما عملوش حاجه. ده في لقطه الحكم نسي نفسه بيوجه تعليمات فنيه، الواد وقع لعيب وقع من الوداد بيقول له اهدى اهدى كده، الحكم فجاه هو اللي بيوجه اهدى اهدى عايز يهدي الايقاع. استنى خليك على الهواء. اهدى اهدى انا قلت لك قوم. كابتن حسام البدري بيقول للموقع الرسمي الاهلي كان افضل من الوداد وخسر بسبب الاخطاء التحكيميه بكل تاكيد. المسا قالت منك لله يا جسامه، وقالت ان كابتن حسام البدري بيقول الحكم حزم فريقي واخطاه ضيعتنا وباركت لمدرب الوداد. ده بالإشارة للأحداث اللي كانت شهادتها قاعة المؤتمر الصحفي والحوار اللي خشن شوية بين بعض الصحفيين المغاربة مع الكابتن حسام. قال الكابتن حسام إن طرفي النهائي الأفريقي الأهلي والوداد استحق التواجد به، لكن الفريق المغربي وصل لمنصة التتويج بالصدفة والأهلي كان الأفضل، كان الأحق أداء كان الأفضل أداء أغلب شوطي المباراة بالرغم من شراسة لاعبي الوداد. في ملعب المباراة متعب وجه رسالة إنه أنتوا تستحقوا صفر، وأنا بقول للناس اللي حاولت تأول حركة متعب، حركة متعب لو كان قابض أو كان قاصد بيها قبض الفلوس الإشارة بتاعة القبض كانت تملي اللعيبة بتعمل كده. شفنا كتير من اللعيبة اللي بيتهموا عماد متعب دلوقتي كانوا هم دلوقتي اعلاميين بينزلوا الملعب يتهموا بكده انه دي اشاره القبض، لكن لما عماد متعب يعمل كده هو عايز يقول لهم انتوا واخدين صفرين، انتوا واخدين صفرين. ده تفسيرنا. انا انه دلوقتي هو لم يواجه التحكيم. واقف عامل كده ظهره للحكام. انت ليه بتعتبر ان رسالته موجهه للحكام؟ يمكن حد بيشتمه. يعني هو في كل الاحوال انا رايي الشخصي لا سلوك غلط. لا سلوك ملوش ثلاث اصفار ملهاش لازمه. ملهاش لازمه، هتحطك في دائره من المشاكل ملهاش معنى. بالظبط ايا كان تفسيرها وتاويلها وشرحها، لكن ما قدرش يتحمل اللاعب بحجم وقيمه عماد متعب او اي لاعب. الحكم في قنوات شرعيه، في رئيس نادي هيقدم تظلم، هيقدم شكوى، في اعلام هيتكلم،
لكن اللاعب في علاقته بالتحكيم او ببقيه الاطراف ما كنتش اتمنى ان عماد يعمل كده. من حنظل لجسامة: يا اهلي لا تحزن. حنظل اشرنا لكم عليها اللي كان حصل منه في ال مش وعدتنا تجيب لقطه للمساعد بتاعه ولا مش موجوده؟ مش موجوده لكن القصه موجوده مكتوبه يعني؟ يعني هي الحقيقه الاهلي مع الحكام الافارقه يتعمل فيها فيلم. اقول لك ايه؟ هل تفتكر العداله؟ تفتكر ان جسامه ده هتوقف بعد 3 4 سنين زي لمتي وزي لا يروح كاس العالم؟ بعد كده هتلاقيه زي لمتي وماتابيلا. بيتروس ماتابيلا حكم ماتش السوبر الاهلي والزمالك في 94 واتقال كلام كتير عليها وناقشناها وكانت اعترافات ناس، وبعديها الراجل دخل السجن في جنوب افريقيا في وقائع رشوه. لمبت الحكم الغاني بتاع ايد رامو الشهيره جدا، ايد رامو قد كده حط الكره في الشبكه حسبها جون عشان يخسر الاهلي من الترجي. بعد كده الراجل يثبت تورطه في رشا ويتشطب نهائي، والفيفا يقول ما نشوفوش في اي ملعب، ما يشتغلش في الكوره، ما يمارسش اي حاجه رياضه ولا يظهر في ملاعب الرياضه. ده قرار الفيفا. ما يخش الجيم بعد ما قرر ممكن اعاده. ممكن يخش الجيم يا راجل. ممكن يلعب جيم بس. بعد ما قرر اعاده مباراه جنوب افريقيا والسنغال. لكن محمد حنظل له وقع طريفه بيفكرنا بيها صديقنا العزيز عبد المنعم الاسطى مدير تحرير البرنامج والناقد الرياضي في الاهرام الرياضي. كان سافر عبد المنعم الى تونس، قابل المساعد رشيد بن خديجه. رشيد بن خديجة كان هو المساعد بتاع حنظل الجزائري في هذه المباراة. فرشيد بن خديجة قال له أنا كمساعد رفعت الراية على أنه لاعب كوتوكو متسلل. الراجل ده اعترف سنة كام؟ سنة 2015. يعني عبد المنعم الوسطى قلبه شايل قوي، فضل شايلها من 83 لما قابل الراجل ده قال له أنا رشيد بن خديجة فافتكر الاسم. أنت اللاين مان بتاع محمد حنظل في نهاية 83؟ قال له أيوه. طب إزاي يا راجل تحسب دي؟ الراجل حلف له قال له، وده كتبها عبد المنعم في 2015 في مجلة الأهلي، إنه بعد كل هذه السنين كان لازم يسجل له. رشيد قال له تسمح تقولها بوضوح. يعترف. قال له لا أنا رفعت الراية إنه لعب كوتوكو أوف سايد. فحنظل طلب مني أنزل الراية وصمم يحتسب الجول. وكان وقتها المساعد ما عندوش، وكان اسمه حامل راية حتى، ما عندوش الحق في التدخل في قرار الحكم. دلوقتي المساعدين عندهم سلطه، القانون في بعض التعديلات اداهم سلطه التدخل مع الحكام، لكن وقتها لا، يعملوا كده نزل يعني نزل، وراح حاسب الجون عشان يخسر الاهلي ويخليها حنظل. المره الثانيه في 2007 فكرناكم بيها بتاعه العرجون، لكن شوارب هيفكركم ضربه جزاء غير محتسبه، انذار غير مستحق لمحمد بركات في مباراه النجم الساحلي اللي كانت 2007 اللي الزهاب. كان فيها لا العوده دي مباراه الذهاب. هنشوف الاول مباراه ما كانش العرجون، مباراه الذهاب ما كانش العرجون، كانت المباراه في تونس. نشوف الاول كيف تعرض الاهلي لهذا الظلم في مباراه الذهاب في تونس. نشوف الاول مباراه الذهاب. بركات على طول لسام الشاطر يتقدم ويراوغ ويدخل منطقة الجزاء، والحكم الكاميروني يطلب اللعب. محمد بركات كان داخل منطقة الجزاء والكرة بضربة مرمى والتمويه. محمد بركات الورقة الصفراء وسيحرم من اللعب في الدور النهائي في ملعب الكلية الحربية. نيكست ماتش مست محمد بركات، لن يلعب محمد بركات مباراة العودة في ملعب الكلية الحربية بداعي التمويه في حواره مع مجدي تراوي. اترك لكم الحرية في التعليق عن هذه المخالفة مشاهدينا الكرام، ان كانت هنالك مخالفة ام انه التمويه لابد من حكم. ده رافائيل دولفين يعني ماشي بركات بيديل الاثنين ودفعوا. يعني ما يحسبش بنالتي وكمان يدي بركات انذار، وواضح ان هو متجهز قوي. انا عايز اسالك سؤال، بركات كان منفرد يقع ولا يروح يجيب جول مثلا؟ يعني هيمثل ليه اذا كان هو عدى اللاعب؟ طب ما يجيب جول يعني بالمنطق كده، ايه اللي يخليه يقع؟ ايه اللي يخليه يعني ممكن يمثل لما يكون خلاص فقد الامل فيها؟
فيعمل اي تمثيل. ده جاب اللعيب اللي كان في احسن فورمه له ومؤثر جدا، حرمنا منه. مش بس انه ما حسبلناش ضربه جزاء، حرمنا منه في الفاينل. المباراه دي اتعادل فيها الاهلي، فانتوا متخيلين لو انت حسب لك هدف او ضربه جزاء ممكن تسجل منها هدف، ده مش بس كده يحرمك من ضربه جزاء فيها فرصه تسجيل كبيره، ويدي لك انذار لمحمد بركات الفايق قوي في الفتره دي عشان يمنعه من مباراه العوده. تقول لي هو عارف؟ عارف، كل الحكام من الفرقتين بيتقال لهم قبل المباريات، دول اللي عندهم انذارات، والنبي فلان رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، يخلي بالك ما تديلوش، يخلي بالك اديله. ايوه، في الحالتين يا هيوصي عليه يا هيوصي ليه، والحكم حسب ما يشوف. الفيديو الجاي بقى يا استاذ ابراهيم ضربتين جزاء كانت في 2007 بقى، اللي هو بقى العوده يعني، في الذهاب ضربه جزاء كان الحكم الكاميروني اللي عمله، انما بقى العرجون بقى في هذه المباراه اللي ملهاش نظير، لان العرجون ده كمان ايه شيك قوي، وهو بي 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 بيتواطأ بألاطه يعني، عايزين نشوف بالألاطة. حلو. مثل جوه تبقى اخطر، هي دي، هوبا ابو تريكه، يلا ابو تريكه ضربه جزاء، يلا. ايه يا راجل، ايه يا راجل، ايه يا ابو تريكه، رايح ياخد ضربه الجزاء صح؟ ما اداش ضربه جزاء العرجون، هتشوفها يا ريت بس المخرج يعيدها لنا حلوه ويعيدها لنا بالبطيء. ابو تريكه رايح وعدى يا راجل، فيها ايه؟ فيها ايه؟ مش فاهم انا، عدى خلاص المدافع لعب على رجله، تشوف تاني، تشوف تاني ضربه جزاء صحيحه 100%، 100%، خلاص ابو تريكه عدى، ايده ولا مش ايده؟ هتشوف جوه المنطقه. انت هتحسب امتى؟ هتحسب امتى؟ لازم نشوف الحاجات دي بتتعاد، هل جاش ايده ولا لا؟ وبعد كده احمد شريف جوه المنطقه بيفوت، انما في عطله هنشوفها، هنشوفها هنا مره ثانيه، يا ريت بس المخرج يديها لنا واضحه عشان نشوف ونحكم مع بعض. عشان نشوف ونحكم مع بعض، بتاعت ابو تريكه فين؟ فيها هنا عطله اهي، زق او دفع بايد. بالله عليكم، بالله عليك، وشوف الانزحه واقفين على بعد متر، يعني ما يقدرش يقول ما شفتش تحت رعايته وعنايته، بس لمسه من عماد النحاس، لمسه انذار وطرد، طرد. واخد بالك؟ فتلعب ناقص، ما اديكش ضربتين جزاء كانوا هيخلوك 3-1 انت. يعني وانت قاعد مشحون وضربات جزاء ما حدش يختلف عليها يعني باي حال. سبحان الله، هو ده التحكيم الافريقي اللي قلنا وقتها انه عاد كالعرجون القديم. فعلا العداله تغيب عن الحكم جسامه في النهائي الافريقي. نصر عباس الحكم الدولي السابق عنده تحليل في اليوم السابع لهذا الحكم. التحكيم او التقييم الفني في فهم القانون واحتساب المخالفات وعقوبات الانذار والطرد، عامل نصر عباس تقييم شامل للحكم من كل النواحي. قال انه الحكم اشار على 3 دقائق وقت بدل ضايع، وتقدير غريب وغير صحيح وغير قانوني من الحكم للوقت بدل الضايع، نظرا لكثره التوقفات في الشوط الثاني، تبديلات واصابات وتوقف المباراه بفعل الدخان، مما اثر على اداء اللاعبين نتيجه الدخان اللي ملأ الملعب. وقال نصر عباس ان الحكم فقد السيطره على المباراه في نهايه الشوط الثاني، وانعكس ذلك على اللاعبين داخل الملعب لعدم قناعات اللاعبين بقرارات الحكم العكسيه، لم يوفر الحكم الحمايه الكافيه للاعبي الاهلي خلال هذه المباراه نتيجه عدم احتساب مخالفات واضحه للاهلي، بالاضافه الى عدم اشهار البطاقه الصفراء لاكثر من لاعب في الوداد. وقال ان هو انظر الحكم اجاييه واحمد فتحي ومؤمن زكريا وعمرو السوليه من الاهلي، وده شغل التكتيف بقى. حكم زي ده بيبقى قارح قوي لما بيبقى عايز يكتف، يروح مستلقط كام واحد مؤثرين وطك طك طك 4 انذارات، اهم 4 لعيبه، فيكتفهم. هيلعب دايما بحذر، هيلعب دايما بالتحامات، خايف، ولو جت في وش واحده هيديله الكارت التاني ويخرجه. ده شغل المعلمين. الناس يقول لك حكم هو اكفأ الحكام رقم 1 في افريقيا، اللي بيعمله ده ما يعملوش الا حكم شاطر قوي. الحكام اللي هم نص لبه لما بيبقى لا مؤاخذه متاثر على قراره يروح مديك ضربه جزاء مشكوك فيها، او يلغي لك جون مشكوك فيه، لكن ده هيحافظ على ادائه، هيحافظ على سمعته، بس هيلعبها بمعلمه بقى، هيكتفه بطرق. ده الحكم المتمكن من نفسه اللي خلاه رقم 1.
هي ديت يعني ضريبه الكفاءه بقى، او ازاي ممكن حكم كفء قوي؟ بص بقى المعلم اللي اكتر منه اللي عينه عينه عارف ان انت مش هتفتح بقك، لانه هيقول لك الله ده مديك ضربه جزاء مع المنتخب بتاعت في الوقت محمد صلاح المحتسب بدل من ضاع في اخر دقيقه وصلتك كاس العالم. لو هو من اللي بيتواطئه ما كانش اداها لك. فانت فعلا احنا طول الوقت بيقول ايه كل الاشاده بالحكم ده، سواء من اعلامنا او حتى من اجهزتنا الفنيه والاداريه، حكم جيد بس ربنا يوفقه. بس انا كنت قلقان، يعني انت ما تجيب لي واحد عشان تبطل لي حجتي، ما وصلك كاس العالم اي حاجه هيعملها هيقول لك الله اشمعنى كان حلو لما وصلك كاس العالم، عنده جود هيستوري. يعني والله يا استاذ ابراهيم المرقع اللي عينه بقى مش هو. طيب هنشوف بعض الفيديوهات والتحليلات الخاصه باداء الحكام. احنا شفنا ناصر عباس اجمع على تجاوزات كتيره واخطاء للحكم وللمساعدين، ولعل كان في اتفاق واستقرار على انه الفرصه اللي في الدقيقه 81 اللي اشير فيها على تسلل كانت عند مؤمن زكريا، كان عنده فرصه تسجيل هدف لكن تم احتساب هدف تسلل بالخطا. في محللو القناه الناقله للمباراه بيؤكد خبراء هذه القناه على وجود ضربة جزاء صحيحة للأهلي في المباراة، نشوفه. طيب نسمع آراء الشباب كابتن. طبعا انت اكيد مرجعنا التحكيم، انت اكثر من خبرة في المجال التحكيم، ولكن نسمع آراء الشباب. وائل المرجع انت وطبيعة الحال. طيب اعطونا رايكم وائل. انا شايفها ضربة جزاء مع احترام الكابتن جمال. راح اسمع شرحك، راح ارجع لشرحك بس تصويت سريع كابتن. ضربة جزاء يوسف. لا تهز راسك، فيها ضربة جزاء. طيب تفضل. اتفاق على ضربة جزاء للأهلي لم تحتسب. أستاذ حسن مسكاوي في دي ام سي، نشوف رأيه في جسام. طبعا الخسارة كانت من القاهرة بالتعادل 1-1. طبعا يعني الأهلي ضغط ودافع وهاجم من أول دقيقة في المباراة، بس جزء من دفاع الوداد كان اختياري. يعني ما حدش يفتكر ان ضغط الاهلي بس هو اللي خلى الوداد يتراجع، لان 0-0 لمصلحته. فهو عمل جيم برضو كويس نسبيا، بس هو لعب في القاهره، الوداد لعب في القاهره احسن مما لعب هناك. الاهلي عمل ماتش كبير، مجهود بدني هائل. ليه؟ لانه بيدافع وبيهاجم في نفس الوقت. ده معناها ان الكيلومترات اللي عملها اللعيبه كانت عاليه جدا، لانه بيعمل الواجبين، مش واحد اللي بيعمل الواجبين، الفرقه كلها بتعمل الواجبين. بس طبعا كان صعب الاهلي يكسب. انا يعني موضوع التحكيم ده بيضايق التعليق عليه، بس انا مش هقول تسلل اتحسب وما اتحسبش، مش جديد. لكن اللي انا متأكد منه ان الوقت الاضافي مش 3 دقايق بس. لا يمكن. يعني انا مستعد اتحدى اي حكم في العالم على الوقت الاضافي. ده يخليني بقى اشك بقى في التسللات. انا بقول هارد لك، وهي دي الحقيقه. بس نقطه اخيره، هو بطوله الكاس العالم للانديه خسرت النادي الاهلي اللي هتعمل في بصر. يعني شفنا الاهلي تعرض لظلم في المباراتين، مباراة الذهاب شفنا الاستوديو التحليلي في القناة الناقلة ازاي اتفقوا وقتها في المباراة الأولى انه الأهلي كان له ضربة جزاء لم تحتسب. في المباراة الثانية الأستاذ حسن المستكاوي بيؤكد على انه بعيدا عن أي خلاف واختلاف، المؤكد ان الوقت مش كده. المؤكد ان الوقت اللي ضاع من المباراة، والجول اللي جابه في الماتش الأول بتاع التعادل هي فاول لصالح أزارو. ايوه لعبها بقت هجمة مرتدة. ايوه طيب نشوف بقى في دي ام سي يتحدثون عن جسامة بعد النهائي، وبركات وفاروق جعفر وزكريا ناصف وخالد بيبو رأيهم كان ايه. برضو مفيش شراسة اللي تقول لك الجون جاي، يعني فاهم
حته انطلاقات الظاهرين او كده يعني ما حصلش. بعدين هم ابتدوا يمشوا الماتش وطبعا الحكم يعني يعني حزم الماتش. حزم الماتش يا كابتن فاروق حزمه يعني اخر اخر 8 اخر 8 دقائق اخر 10 دقائق ما كانش فيهم كوره. بص هو قفل المباراه بعد الهدف قفل المباراه يعني. لا اللي لو فضل يلعب كده شهر مش هيخليه يجيب. كنا مخلصينها كابتن فاروق. بس هو خلاص بس هو برضك انت اديت برضك انت اديت الحكم فرصه فرصه فاولات وضياع وقت. هو كان بيضيع الوقت الحكم كان بيضيع بيبو. بص طبعا الحكم حزم الماتش. حزم الماتش من بدايه اللقاء. شفنا كابتن حسام بدري كان عنده احساس ان ان الحكم النهارده جه عليه من بدايه اللقاء. انت شايف كابتن حسام بدري عمال يزعق في كل كوره بالنسبه للحكم. طبعا احنا تعودنا ان احنا ما نتكلمش على التحكيم. لا لا احنا ما بنقولش خالص ان الحكم السبب ولكن احنا بنقول ان احنا ادينا فرصه للحكم ان هو يخنق الماتش اللي كنت ممكن ان انت بشيء من التركيز بشيء من التركيز في انهاء الهجمات ان انت كنت ممكن ما توصلش الموضوع لكده خالص. يعني كلهم تعودنا ما نتكلمش على التحكيم لكن بكاري جسامه زي ما كابتن فاروق جعفر قال غريبا ان هو اللي كان بيضيع الوقت. كابتن استاذ ابراهيم مش عايز جمله مش عايزين نتكلم. انا مش بتكلم على التحكيم ولكن لك 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 واقول كل انا حاجة. مش لك كله لعيب يطلعوا لك واحنا مش بنتكلم على التحكيم بيروح تك تك تك. اتكلم على التحكيم على طول بلاش جمله. أيوة. انا مش بتكلم على التحكيم. اتكلم على التحكيم مع عنصر من عناصر اللعب ما تتكلم عليه. صحيح. كابتن عادل عبد الرحمن واحد من المدربين الحقيقه اللي عملوا تجربه كويسه قوي في السعوديه وله اسم كبير قوي في الكره السعوديه وله راي تحكيمي في خساره الاهلي. نشوف راي عادل عبد الرحمن. اعتقد انه بكاري جسامه باعتبار رقم واحد في افريقيا فهو ده اللي مخلينا كمصريين مش متقبلين انه يغلط ولا هو ده وارد في افريقيا بشكل عام ان انت رقم واحد رقم اثنين رقم خمسه رقم عشره هتغلط هتغلط لان هي دي الامكانيات. شوف انا رجعك للعرجوز 2007 2007 طبعا في القاهره هنا طبعا الظلم اللي ظلمه النادي الاهلي مع النجم ضربتين جزاء واضحين غلبنا 3-1 في اوقات البطوله ما بتبقاش اهلي مش عايزينها تبقى اهلي الاحتقار النادي الاهلي في كل حاجه دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه قوي النهارده انا بفهم الحكم اللي عايز يكتف فرقه بيكتفها ازاي. في بدايه المباريات لازم يدي انذار واثنين ليه؟ علشان يبدا يهدد اللعيبه ما يدوش اكتر حاجه ممكنه عندهم خوفهم من الطرد دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ممكن يطرد واحد فيخلي الفرقه اللي عايز يكسبها تلعب براحتها زياده طبعا. واحد عن الفرقه الثانيه. ما خرجش راي الكابتن عادل عبد الرحمن ان هو بالانذارات اللي اداها كتف الفرقه بالتوجه بتاعه ان يحطك في اطار مرتبك اطار حذر ما انتش على طبيعتك مش قادر تمارس شراستك الهجوميه ولا طبيعه الضغط في الملعب. ولكن تعال نشوف راي الكابتن مجدي عبد الغني. والله كريم طبعا النادي الاهلي لعب مباراه كبيره النهارده وكان هو متسيد اللقاء زي لقاء الاياب في استاد العرب. لكن الاهلي جاب عنه التوفيق اللي كان موجود في مباراه النجم الساحلي في الحقيقه. في المباراتين يعني هو ما قدرش في المباراتين يستغل الفرص والنهارده المباراه كانت مباراه استغلال فرص. يعني الفرص اللي جت للنادي الاهلي كان لازم يتمسك بيها. النادي الوداد هاجم هجمتين واحده جت في العارضه وواحده جت جول. فيعني هي المباراه دي كده للاسف الشديد طبعا بجانب التحكيم الافريقي الفج الحقيقه يعني حاجه صعبه جدا مباراتين نهائيتين بيتحط فيهم حكمين مش على المستوى يعني المباراه الاولى حكم النهارده الحكم بيحسب 3 دقائق وقت بدل ضايع وهو وقف المباراه عشان الشماريخ 3 دقائق اللعيبه اما اتعورت في الملعب على الساعه بتاعت الشاشه 3 دقائق يعني يدي 3 دقائق وقت بدل ضايع وفي الوقت بدل الضايع يضيع الوقت كمان.
يعني برضو العمليه كانت مش منتصف للاسف الشديد للنادي الاهلي. طيب ده رأي الكابتن مجدي عبد الغني في أخطاء بكاري جسامة، لكن هل شريف إكرامي أخطأ؟ هل شريف إكرامي يستحق الحملات المنظمة اللي ضده ديت؟ لا يفتى وأحمد ناجي يتحدث. نشوف. النادي الأهلي ما يستحقش كده النهارده خالص، اتبهدلوا وعملوا جيم كبير جدا 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 من كل نواحي، شراسه ولعب وكل حاجه في الكوره اتعملت حقيقي يعني. فنيا شفت اللقاء ازاي يا كابتن ناجي؟ وهل شايف انه الاهلي لعب لقاء فنيا كما يجب ان يكون، لكن كل القصه جت من عند التحكيم؟ طبعا طبعا، يعني حتى يعني انا عايز اقول يعني سيبك من اي قرارات خدها الحكم في المباراه، يعني من السذاجه ان الحكم رقم واحد في افريقيا شايف مثلا 7-8 دقايق يعني ده اقل حاجه يعني في غباء حتى كمان، يعني يروح مدي 3 دقايق يعني مش 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 عارف لها، يعني مش عارف افكر فيها ازاي. فعلا كان حريف قوي في ان هو يحجم المباراه ويستخدم كل ذكائه في انه يعطل فرقه على فرقه، يعني بصراحه حاجه محزنه بجد والله. كابتن ناجي، يعني اعتقد انه انتوا برضو كجهاز فني بتبقوا لما يبقى بيحصل حاجه كده للنادي، هل شايف النهارده انه شريف يتحمل جزء من المسؤوليه في الهدف؟ شريف لعب مباراه كبيره وكان عنده الثبات وحارس كبير فعلا، يستحمل الضغوط ويستحمل المباريات اللي في الحد ده، يعني حقيقي يعني عمل دور كويس وده يعني. شفنا راي الكابتن احمد ناجي، لكن نشوف راي تحكيمي كابتن سمير عثمان، لانه سمعت له راي واضح وصريح في هذا البكاري الجسامه. نشوف. طب بص يا كابتن، يعني انا عاوز اتكلم في نقطه، بس عاوزين نصلح بعض المفاهيم من وجهه نظري انا. مفيش خطا مؤثر وخطا غير مؤثر، بمعنى ايه؟ ان ممكن ركله التماس، رميه التماس ممكن تبقى خطا مؤثر على فكره. حلو. واخد بال حضرتك؟ مش لازم تبقى ضربه جزاء. ممكن رمي التماس خطا اتحسبت بظلم تروح مأثره في نتيجه المباراه، ده اول مفهوم انا عاوز اوضحه. النهارده بكاري جسامي هو في نقطه بس استفسار بس من الاتحاد الافريقي، ازاي النهارده حكم يلعب مباراه قويه جدا لدوله المغرب اللي هي بين الوداد والنادي الاهلي، وبعدين حكم المغرب كوت ديفوار، حكم المغرب كوت ديفوار بالظبط، حتى نفسيا هتبقى صعبه عليه هو، حتى نفسيا. هل تفتكر ان ده يا كابتن سمير من ضمن الحاجات اللي خليته النهارده يبقى متعاطف نوعا ما مع المغاربه؟ بص يا كابتن كريم، قد يكون يعني النهارده كحاجات فنيه ما اقدرش اتكلم عليه، لان هو فعلا كحكم في حاجات فنيه، لا هو معظم قراراته الفنيه سليمه بنسبه 95%، ضربات الجزاء مثلا اللي انت عاوزها لا دي ترجع لتاثير الحكم، بس انا بعيب عليه في نقطه مهمه جدا يا كابتن، عدم الحمايه الكافيه لبعض لعيبه النادي الاهلي، انا شفنا احتكاكات جامده جدا، انا مش بتكلم الحكم نزل عشان يفرض شخصيته بالانذار، لا الحكم يفرض شخصيته بالانذار او بالكارت الاحمر، دي اخر حاجه، انت عندك في اسلوب شخصيتك اللي في الملعب. انا كنت من عشاق الحكم بكاري جسامي، بس للاسف اول مره اتفرج عليه باسلوب تاني، النهارده تاثر بالضغط الجماهيري، تاثر بارض الملعب، الجمهور الموجود، واللي ظهر كده كمان حاجه كانت مستفزه جدا لكل الناس، احتسابه الوقت بدل الضايع، فطبعا دي حاجات كلها بتؤثر في نتيجة المباراة. ده رأي كابتن سمير عثمان بكل صراحة في بكاري جسامة. الحكم أخطأ؟ أخطأ. أخطأه جاسمة؟ جسامة أخطأه جاسمة. لكن هل هناك أخطاء أخرى؟ إيه الدروس اللي ممكن نخرج بيها من هذا النهائي عشان نطوي الصفحة؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. استخسر الاهلي لكنه كسب الاحترام. كابتن حسام البدري هنشوف رايه فيما تعرض له من ظلم تحكيمي، وبعد كده هنقول لحضراتكم رؤيتنا للي حصل. ايه من فتره طويله
للأسف أصبح البطولات الأفريقية ليس بالأداء زي ما قلت أكثر من مرة، وليس أنك أنت تحضر فريق بعناصر ممتازة أو حتى بعناصر الجهاز الفني. أصبح جزء مهم جدا دلوقتي التحكيم، التحكيم هو اللي بيتحكم في البطولات الأفريقية، التحكيم هو اللي بيتحكم في النتائج. وشفنا النهاردة وشفنا في برج العرب برضو الظلم اللي وقع علينا وضربة الجزاء اللي كانت لينا النهاردة جون أوف سايد، وكان في ضربة جزاء تانية لينا. فأصبح التحكيم هو اللي بيتحكم دلوقتي في 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 البطولات الأفريقية بشكل طبعا شفنا بقى شكل طبعا يعني مبالغ فيه، وحظمنا قبل كده أكثر من مرة، لكن للأسف يبدو أن محدش بيهتم، ويبدو أن الموضوع عادي. وأنا مش عاوز أقول لفظ يعني أن خلاص ما بقاش فيه كسوف، أو العملية بقت عادي خلاص أن أي حكم يتحكم في أي مباراة، يتحكم في نتيجة أي مباراة. وأكبر دليل أن حتى أما بتصل إلى النهائي، حتى النهائي مفروض النهائي يبقى فيه حذر، لأن كل الناس بتتفرج، في ناس بلاد تانية كتيرة بتتفرج، مش أفريقيا بس بتتفرج. ومع ذلك أصبح الموضوع من قبل المسؤولين الأفريقيين لا يعنيهم أي شيء. وبنشوف النهاردة يعني توقعنا أن في المباراة اللي قبل كده ممكن يبقى فيه أخطاء أفريقية، وحصل ان احنا اخطاء افريقيه اثرت على النتائج. امبارح في المؤتمر الصحفي يا كابتن قبل الماتش حذرت من يعني رحبت بالحكم، قلت ده دلوقتي فتره اختيار حكام كاس العالم، ده ايه ده؟ حكام لما تتاثرش بالكلام دوت. واكبر دليل على كده بقول لك ان بيجي هدف اوفسايد النهارده، وشفت التحكيم عامل ازاي، فالموضوع بقى حاجه يعني بصراحه في منتهى الاسف يعني. فعلا مع كابتن حسام البدر الحق، وماذا بعد؟ يعني مؤسسة الكاف، وعلى فكرة يا جماعة فكرة ان احنا يكون عندنا حسن ظن ان الامور فير قوي في اختيار الحكام وتعيينات التحكيم، نبقى طيبين شوية، نبقى طيبين شوية، وإلا ما كنتوش تلاقوا في الافريقيا حكام بيتشطبوا وحكام بيدخلوا السجن وحكام بيزموا. طيب مش في ماتش جنوب افريقيا والسنغال اتعاد ومباراه تتعاد والحكم يتشطب عشان ضربه جزاء تقديريه؟ اه، وحكم يتشطب، مش هم ما شطبوهوش واعادوا المباراه عشان ضربه الجزاء، علشان التحقيقات جابت رجله ثبت انه فعلا مرتشي وتم اقامه الدليل عليه وشطبه. فبالتالي حكام من هذه النوعيه موجودين، مجاملات في التعيينات موجودين، توجيه للتعيينات في الحكام موجودين. يعني أنا الأوان إنه مؤسسة الكاف الدنيا تتعدل شوية، لأنه زي ما كابتن حسام البدري قال، طب وبعدين؟ يعني الناس بتعمل كل اللي عليها، فريق بيعمل كل اللي عايزه على مدار فترات طويلة جدا. عايز أقول لكم من ضمن الصعوبات أو الدروس اللي لازم ناخد بالنا منها بعيدا عن التحكيم، لأنه مش في إيدينا إصلاحه، حتى وإن كان المهندس هاني بوريدة عليه دور، ممثل مصر في اللجنة التنفيذية في الفيفا مع الاتحاد الأفريقي عليه دور، المسؤولين في الاتحاد الأفريقي عليهم دور، انه في النهايه يا جماعه التحكيم ممكن يهد جهود اي فرقه، ما تجاملش الاهلي وما تجاملش النجم وما تجاملش الوداد، ادوا كل واحد حقه، بس اخطاء بهذا الحجم الفادح في مباريات نهائيه كلها في اتجاه واحد، كلها في اتجاه واحد يعني. مساله صعبه قوي، صعب قبولها يعني. بقول لحضراتكم اللي نقدر ناخده من دروس في هذه المساله، لو بصينا على الثلاث ادوار المضغوطه يا باشمهندس، يعني الاهلي بدا يلعب مع الترجي في دور الثمانية، لأنه بعد ما الاتحاد الأفريقي قدم دور المجموعات خلاها في دور الستاشر، الأهلي لعب مع الترجي المباراة الأولى 16/9، يعني بالظبط بنتكلم على 45 يوم لعب فيهم الثلاث أدوار، تخللتهم مباريات في الدوري، تخللتهم مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم للمنتخبات، وعدد من لعيبة الأهلي كانوا مع المنتخب. فبصوا حجم الضغوطات اللي لعبت الاهلي في 40 يوم عصروها، بلعب الترجي رايح جاي، بلعب النجم رايح جاي، بلعب الوداد رايح جاي، وبينهم مباراه الكاميرون او مباراه الكونغو في تصفيات كاس العالم مع المنتخب، وبعض مباريات الدوري زي الرجاء والاتحاد وغيره. لكن ان انا وفقا للجدول ابدا العب عدد من الادوار المهمه، الثلاث ادوار المهمه في 40 يوم، ده يخليني في البطولة اللي جاية إن شاء الله لازم أنا أكون عندي استعداد لمواجهة إصابات. أنا عندي واحد زي حسام عاشور فقدته في فترة مهمة جدا، عندي واحد زي صالح جمعة بديل لعبد الله السعيد، الاثنين يتعوروا،
هذا الضغط لازم نستفيد منه في المباريات اللي جايه. ما دي من ضمن الحاجات برضو اللي عدت في زحمه الاحداث المستفزه والاجواء المستفزه في المباراتين ان عندنا نواقص في حاجات مهمه جدا. أيوة. يعني احنا برضو صادفنا حاجات غريبه يعني يعني هروب كوليبالي بعد ما ظنينا ان عندنا راس حربة هيحل لنا المشكله، وبعدين تبتدي خروج حجازي خروج حجازي، لا خلاص حجازي من الاول، انا مش بتكلم خلاص حجازي انت من 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 الصيف خلاص مش معاك انما انا بتكلم طبعا لو حجازي موجود ممكن كان يساعد، لكن انا بتكلم في الظروف بقى اللي انت الغيابات طبعا مروان محسن طبعا، فانت بتجيب لعيبه لسه عايز تتطبع معاك زي وليد ازارو اتظلم واحنا اتظلمنا، لعيب جيد ويملك مقاومات عاليه لكن الوقت يعني عايز وقت توقيته ما صحيح. كانش يبقى في الادوار الحاسمه صحيح غصب عننا لان كوليبالي لما مشي انت لازم تشوف حاجه ثانيه. حسام عاشور طبعا عبد الله السعيد وخروج ودخول ووليد سليمان دخول وخروج وصالح جمعه بعد ان يتالق خروج ومش عايز يرجع، ما كمان صالح جمعه ده عايز له جهاز فني واداري لوحده يعني غلبنا كلام بقى يعني لازم يركز شويه عشان يبقى لعيب لنفسه هو قبل ما يكون للنادي الاهلي. فانت كل وبعدين علي معلول يعني انت مين الاتحاد المختار مين؟ علي معلول ومؤمن وحسام عاشور، لا علي معلول موجود ولا حسام عاشور موجود، ومؤمن شايل العبء دلوقتي هو جاي تقريبا معظم الوقت. فالحقيقه الظروف كانت رزله وحكمت على كابتن حسام يلعب بتشكيلات معينه ويلعب عبد الله سعيد لسه ما رجعش لفورمته، يعني ظروف كتير ما لعبناش واحنا في احسن حالاتنا ورغم كده كنا الافضل. لا احنا كنا الافضل في كل ماتشاتنا طبعا الثلاث ماتشات الاخرانيين الاقدر بالبطوله طبعا لكن الامر في المرات اللي جايه ادخل الادوار اللي زي كده وانا مجهز اكبر عدد من اللعيبه كلام من الشيخ بقى. يعني انت كمان التغييرات الجذريه في القائمه الافريقيه لازم 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 الاتحاد الافريقي يشوف لها حل. مفيش حاجه اسمها ان انا بعمل موسم الاقي نص فرقتي ولا ربع فرقتي مشي وانا مضطر اكمل بالقائمه القديمه. لكن كل ده كوم وهشام الخالصي المذيع في استوديو القناه الناقله للمباراه كوم تاني احتداد على كابتن وائل جمعه مش عارف ايه اللي جرى له ملوش مبرر. يعني فجاه تخيلنا انه الراجل ده ضابط شرطه بيعامل متهم بيحقق مع واحد متهم مش مذيع في استوديو بيحترم قيمة المحلل أو قيمة الضيف اللي موجود معاه وكمان مفترض إنه هو بالكلمة بتاعت اليومين دول على مسافة واحدة من الناس كلها، ما كانش كده خالص. نشوف هذا اعتقد وانه لا يشرف الاهلي، نحن كلنا تقدير واحترام للاهلي ولا احد يشك في هذا، لكن معناها الحكم كابتن جمال شريف يجي يحكي نشوفوا الحالات مع بعض. انت ممكن تناقش الكابتن جمال الشريف، انا هناقش الكابتن جمال بس اللي انا شايفه عشان دلوقتي اللي انا شايفه عشان ان الحكم اضر في الاهلي في الملعب لكن المفروض وانا اوريك الحالات اللي انا بقول لك عليها. لا المفروض انت تبدا، طب وانا المفروض ان انا ارضى باللي الحكم عمله في الملعب؟ انا ما برضاش بالكلام ده يا هشام. لا انت ترضى، انا بعلق على مستوى الاهلي النهارده، الاهلي قدم مباراه كويسه، قدم روح، قدم جري، انما في اخطاء اثرت على الحكم. انا في فرصه في الدقيقه 81 هشام انت ترضى ولا ما ترضاش؟ انا بعلق على اداء الحكم. هذا قرار الحكم ماشي، ما انا بعلق على قراره، انا ليا الحق ان انا اعلق على قراره. لا لكن لان قراره اضر بالاهلي في الملعب. مثل ما قلت واعيد وكرر ان الاهلي مثل ما يعرف يفوز لازم يعرف يخسر، مثل ما تعرف تربح تفرح لما الاهلي يفوز لازم تعرف كبير لا تقبل الهزيمه ايضا. الحكم هذا شيء ثاني، لكن احنا قلنا وانه الاداء الاهلي كان ممتاز، يوسف شيبو اعترف بذلك، كابتن طارق قال كده اداؤه ممتاز، يعني الحكم هذا موضوع طرف اخر.
طرف آخر في الموضوع. الأهلي مش في حاجة الحكم أو الحكم ضده أو شيء من هذا النوع. قلت الأهلي خرج الرأس مرفوع. طيب سنعود إلى هذا الموضوع، سيأتي كابتن جمال الشريف. يعني بعد هذا الدرس التربوي من الهشام الخلصي تونسي، تتصور ان الراجل ده عنده يعني القيم عالية قوي، مثل تعرف كيف تفوز تعرف كيف تخسر، ويعني لا 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 انت ترضى او لا ترضى، يعني اول جلياطة. انا عايز اقول لك على حاجة انا شفتها له. طب كمل الجملة. اول جلياطة انت معك ضيف محترم احسن لاعب في افريقيا عدة سنوات في مركزه، وانت جايبه لانه عايز تعرف رأيه في الماتشات، يعني لازم يسمعك اللي انت في مزاجك عشان يبقى على هواك. هدي النصيبه بقى في كل واحد عايز يسمع اللي على مزاجه. لا هو بيقول لك انا مش راضي عن اداء الحاج، تقول له ترضى او لا ترضى؟ والله لو انا قاعد يا اخي ما اعرفش كنت ما كنتش هترضى، ما كنتش هقول انا اصلا هو نفسه كان يشوف انا طب وانت ترضى انك تتعامل مع ضيوفك كده يا استاذ هشام؟ تعرف ان هو انا ولكن بقى ما انا بس عايز طب كمل قبل ولكن، لانه هو نفس الموقف اللي عمله هشام الخلصي برضه مع وائل جمعه قبل بدايه المباراه، وهما بيذيعوا تقرير لحسين عموته المدرب. فالمدرب بيقول لاعبي النادي الاهلي نجحوا في ان هم يصيبوا محمد ونجم، تعمدوا اصابته عشان يحرموه من المشاركه اليوم. ده المدرب قال كده، يعني اتهام صريح للاعب بتعمد الاصابه. فوائل قال له انا عايز اعلق على كلام الكابتن حسين عمود، قال له لا مش من حقك. قال له يعني مش من حقك؟ الراجل قال كلام اخلاقيا خطا. الفاول اتهام لفرقه، اتهام فريق في ان هو يتعمد ايذاء لاعب. وبعدين وائل حاول يتكلم التاني بيعلي التون عليه، يقول له طب ما احنا حللنا المباراه الاولى حللناها هنا وشفنا ان الراجل اتعور لوحده، ما حدش تعمد ايذائه. اداله درس نفس الدرس قبل الماتش ما يبدا. لا واخد موقف طبعا، واخد موقف بحده كمان، يعني بحده تخلي وائل جمعه محترم قوي انه استحمل وما خدش موقف، لانه بصراحه ما حدش عارف لو حد منفعل وما يتقبلش انه يقعد في استوديو يوجه بهذه الطريقه، وبعدين يبقى الكلام المزايده. الاهلي خرج مرفوع الراس، الاهلي كيف ما يعرف يربح كيف ما يجب ان هو يعرف يربح. لو سمحت عايز انا اعلق بقى اكمل تعليق. كيف ما كيف بيعرف يربح؟ لا يعني هشام الخلصي خلاص ادانا الدرس التربوي والكتالوج انه بيرفض التحكيم، لازم نمشي عليه عشان نبقى ناس كويسين قوي عندنا روح رياضيه. طيب هو ادى الكتالوج ده لهشام الخلصي؟ هل هشام الخلصي كانت نيته خالصه وهو بيقول هذا الكلام؟ تعالوا نشوفوا بقى هو بيعرف كيف ما بيربح كيف ما بيخسر ولا لا، بيحترم التحكيم ولا لا. مدام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تسير بهذه الطريقة فلا مجال للنجاح للكرة الإفريقية، مدام المصالح قبل كرة القدم وقبل التنظيم وقبل النزاهة وقبل الروح الرياضية فهذه هي كرة إفريقيا. وأنا قلت ذلك من يومين تقريبا، قلت وأن الكونفدرالية الإفريقية ستساعد غينيا الاستوائية للترشح إلى الدور القادم، وقلنا وأن الكونفدرالية الإفريقية ستختار حكم يتماشى مع طموحات غينيا الاستوائية، وهذا اللي صار. وأن تونس تخسر مباراة ربع نهائي في حين أن تونس كانت أفضل وأحسن بكثير وتستحق على الأقل دور نصف النهائي في هذه البطولة الأفريقية، بكل تجرد وبكل صراحة وبكل شفافية قطع النظر وأني تونسي، لكن الحقيقة شفتوها كلكم في هذه المباراة. ضربة جزاء لا وجود لها، خطأ لا وجود له، عبد النور
عبد النور هو الذي تعرض إلى الخطأ، ولا عبد النور هو الذي ارتكب الخطأ. فإلى أين هذه الكرة الإفريقية؟ وإلى متى ستبقى هذه الكرة الإفريقية بهذه السخافة وبهذا الظلم التحكيمي؟ لكن في النهاية نقول وأن تونس تخرج من كأس أفريقيا للأمم مرفوعة الرأس، لأن هذا منتخب شرف وأدى وقدم مستوى كبير جدا. ولذا نقول شكرا للاعبين، شكرا للمدرب، وشكرا لتونس لأنهم شرفوا كما يجب الكرة التونسية. حقيقة يعني أظن شفتوا حجم السماجة وحجم المغالطة اللي في شخصية هذا الرجل. حقيقة هشام ده يليق بالشاشة التي يمثلها، لأنه راجل متحامل وغير عادل وما عندوش روح رياضية وما بيحترمش ضيوفه وما بيحترمش قناعاته، لأنه يقول الشيء ونقيده. ده بيتهم الكرة الإفريقية بالفساد. إلى أين تمضي الكرة الإفريقية هكذا؟ ليه؟ لأنه كان بيعرف كيف يخسر ساعتها. لما خسر منتخب تونس وقد يكون تعرض للظلم طبعا، هو طالع متضايق بيقول كيف تستنكر على الآخرين. يا أخي لازم الناس تبص لنفسها مش في المراية، هما مش هيشوفوا حاجة في المراية. اللي بيبص في نفسه في المراية ده المعجباني، لكن بص لنفسك جواك وانت بتنطق وبتأنب. واحد زي الكابتن وائل جمعة، انت كنت بتقول ايه؟ لا، انت لازم تعتذر لمصر، تعتذر للكابتن وائل جمعة، وتعتذر للنادي الاهلي، يمكن نسامحك وتعتذر من قبل ومن بعد للمعايير المهنية. المعايير المهنية اللي المفروض ما تسمح لكش تعلي صوتك وتتحول الى معلم وضابط شرطة ومحقق نيابة قدام ضيف، بالذات لما يكون ضيف نجم محترم له قيمته وله تاريخه، وتعمل المعنى الحقيقي لازدواجية المعايير. نفس هي ازدواجية المعايير كما يجب ان تكون ازدواجية بامتياز، على نفس الحالة في ظلم التحكيم، في الشكوى من التحكيم، في التضجر من التحكيم، في ضربة جزاء وهمية لعبد النور، في خطأ ارتكب بحق عبد النور، وكيف ما تعرف تربح يجب انك انت تعرف تخسر. نفس المعنى اللي انت استخدمته دفاعا عن تونس وحق تونس وجدارة تونس، وكلنا احترام لتونس بالتأكيد، بس كل ده أبخست حق الأهل فيه. فده المعنى الحقيقي الحقيقة. وأحرجت ضيفك يا أخي، وأحرجت ضيفك وزيدت عليه. صحيح، أنت زيدت على الضيف بتاعك. صحيح، كلام دمه تقيل، نحاول نشوف حاجة دمها خفيف نختم بيها. نشوف عمرو أديب تعليقه بعد خسارة الأهلي. بقول لكل جمهور الاهلي لا تحزن، بقول لكل جمهور الاهلي لا تحزن. من قلبك؟ من قلبي والله. طيب ماشي. لانه الاهلي خسر بشرف، الاهلي وصل للنهائي، الاهلي النهارده الحكم كان برضو يعني ما كانش لطيف معاه، ما كانش محايد بقدر كافي، ما كانش عادل بقدر كافي. انا بقول للاهلي ما تزعلش، ويبدو ان الاهلي الدولاب بتاع الجوائز عنده في النادي اتملى قوي، يعني ما كانش في مكان للبطوله دي. وبقول للاهلي الجايات اكتر من رايحات ان شاء الله، شرفتونا واداء محترم واداء مشرف. بنشكر النادي الاهلي وبنشكر المدرب المخلص البطل حسام البدري. الدولاب ما كانش فيه مكان؟ لا، هو بيشكر الاهلي وبيشكر جمهوره وبيشكر حسام البدري، واحنا بنشكره ونقول له والله يا عمرو يعني راجع نفسك، اهلا بيك. لكن الدولاب ما فيهوش مكان. ده ايه؟ دولابنا اول سايز يا ابني، اي جوايز تيجي اهلا وسهلا. هل من مزيد؟ امال هنعمل المتحف ده؟ احنا عايزين نعمل المتحف من 6 ادوار باذن الله. عندك مشروع للمتحف؟ انا شفته معاك. طبعا يا رب يا رب نقدر ننفذه. على فكره المجلس ده كان بيتكلم انه ينفذه. يعني انما يا رب اي مجلس قادم لازم ينفذ المتحف، يحافظ على التراث. هنعمل سياحه رياضيه بجد للمتحف. صحيح. دهمنا الوقت ووصلنا الى صفاره النهايه، بس مش من بكاري جسامه،
الوقت الاصلي خلص والوقت الاضافي هيلعبه معاكم الصديق العزيز محمد فاروق سعد في اهم ما لديه من اخبار. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى دوما بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.